أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف السادس ابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة يوم الامتحان، النهاردة ليلة الامتحان، النهاردة مراجعة الامتحان، النهاردة احنا في اللجنة، كله النهاردة النهاردة، كله مستعد، كله جاهز. أنا مجهز امتحان كامل، بقول إن في أجزاء منه هنلاقي زيها، مش شرط نفس الكلمات، مش شرط نفس بس أنا بقول الموضوعات كمان هنبقى شغالين على أساسها، هو ده اللي هنتكلم فيه النهاردة. امتحان كامل لكله، وبعدين هركز في المحاضرة التانية على بعض الأجزاء اللي ممكن نقول إن إحنا ممكن نتوه فيها. يعني نتكلم سوا وأبدأ بالامتحان وأقول أنا عندي نوعين اتنين من التعبير، عندي تعبير اسمه تعبير وظيفي وعندي تعبير إبداعي. كلمة وظيفي يعني إيه وظيفة؟ يعني أنت اللي بتؤهله ليك، زي اللافتة، زي كل ما هو إيه بقى؟ لافتة، برقية، كل ده اسمه إيه؟ وظيفي. يجي لك الحاجة تنشن عليها تكتبها. أنا جايب لك لافتة وجايب لك برقية، وده المتوقع ما بينهم، يعني ما فيش غير كده. يعني كل الحاجات التانية دي برضو للمعرفة مش اكتر. فانا عندي اللافتة اللي موجودة معايا، لو جيت اقول اكتب لافتة تحث فيها زملائك على ايه؟ نظافة المدرسة. كله بقى نظافة، يعني هتقول، يعني لو انت هتتكلم وهتكتب تقول ايه اللي هتكتبه بعد النظافة؟ بص كده، ادي اللي انت هتكتب عليها، اللوحة اللي انت هتكتب عليها اللافتة، تكتب ايه فيها؟ هتقول حافظوا على نظافة مدرسته. خد بالك من دي وانت بتتكلم وانا بقولها، حافظوا على نظافة ايه؟ المدرسة. طيب ممكن اسراء، ولو سمعنا اسراء نقول اسراء. نعم نعم نعم، الله عليك يا اسراء. عندك سؤال ولا عاوزة تسألي يا اسراء؟ ايوه عاوزة تسألي. اسراء اسمعيني بقى، انت مالك كده، بتروحي فين؟ عاوزه اتسال. عاوزه اتسال وانا هسالك. بصي يا اسراء، عشان انا دايما لما بحب اسال الطلبه الشطار اللي زي اسراء بسال في النحو، فانا هسالك سؤال في النحو وانت اللي تقولي معايا كده، هتركزي معايا. معايا يا اسراء؟ طيب انت اسمك اسراء وجميل الاسم، فانت اسراء البنت. اتفضل ثاني. واجي اقول كده شعرها البنت، واروح كاتب كلمة طويل. بصي يا اسراء، بس عشان انا سامع الصوت، اقفلي خالص الصوت في التلفزيون، اسمعيني، يعني تشوفيني في التلفزيون وتسمعي من خلال التليفون بس. ماشي، اتفقنا؟ طيب دي جملة ايه يا اسراء؟ معلش اقرب بسرعه. الجمله دي جمله ايه؟ نوعها ايه؟ لا الجمله دي جمله اسميه. حلو قوي. طيب الجمله الاسميه انا عاوز بقول استخرج الخبر وبين نوعه. شعرها طويل. والنوع ايه؟ والنوع هنا جمله اسميه. يبقى نوع الخبر جمله ايه؟ اسميه. اسميه، جميل قوي. بص كده، يبقى ده النوع الاول. طيب بص للنوع الثاني، ده اللي هوقعك فيه بقى شويه. اسراء دلوقتي بتجلس فين؟ فوق الكرسي. والقطه بتاعتها تحت الترابيزه. صح، انا شايفها القطه. لو قلت القطه، القطه مبتدا. استني استني، ما تستعجليش على رزقك. تحت، وخلينا الكرسي اللي انت قاعده عليه. القطة ايه؟ تحت الكرسي. اين الخبر؟ استخرج الخبر وبين نوعه. قلتيها يا اسراء، هسقفلك واقولك ركزي في اللي جاي وهتتسألي تاني بعدين. يلا يا اسراء، فين الخبر؟ تحت. تحت تحت جميل. تحت بس ولا تحت الكرسي على بعضها؟ تحت الكرسي. ارسي على حاجة. تحت بس ولا تحت الكرسي؟ تحت بس. تحت بس. ونوع الخبر هنا ايه؟ نوع شبه جملة. شبه جملة، برافو عليكي. هو ده اللي انا عاوز اقوله يا اسراء، ان تحت بس لانها هو ده الظرف، والظرف عندي هو شبه الجملة، غير جر ومجرور خالص اللي بيبقى حرف الجر والكلمة التي بعده. يبقى انا هنا المفروض هي كلمة ايه؟ تحت هو الخبر، وهو هنا نوع شبه ايه؟ جملة. شكرا يا اسراء وبرافو عليكي، وركزي معايا في اللي جاي عشان في حاجات في الامتحان هنقولها، ولو دخلتي تاني ممكن تتسألي. شكرا اسراء. نركز مع بعض بقى في اللافتة اللي انا بتكلم فيها،
اكتب لافته تحث فيها زملائك على نظافه المدرسه، قلنا حافظوا على نظافه المدرسه. طيب غير كده النظافه من الايمان، كل ما هو كلام يتقال على النظافه صح في هذه الجزئيه. طيب بعد كده ايه اللي موجود معايا؟ البرقيه. بص للبرقيه اللي انا هقولها، اكتب برقيه. انت عمك كده كان في الحج وربنا يعيدنا جميعا، فراجع من الحج بسلامه الله، فانت بتقول له ايه بقى؟ حمد لله على السلام. فانت عاوزين تبارك بالحج وبعد كده تقول له ايه؟ انت فين في برقيتك اللي هتقولها؟ بص للمربع اللي انا هرسمه، ده المربع الاولاني، مستطيل مربع رسمه كده، وابدا احدد انا هعمل ايه؟ انا عندي المرسل اليه اللي هو العم، بس ما بكتبوش زي ما انا عملت كده، هي المرسل اليه فقط، وبعدين عنوانه برضه ما بكتبوش انا عشان احدد واعرف ايه اللي انا بعمله، يبقى في مرسل اليه وفي العنوان، ولا بكتب ده ولا بكتب ده، انا بكتب كده بس اللي انا الكلمات اللي انا كاتبها قدامك دي، تمام كده؟ نرجع تاني واشوف بعد ده اقول ايه الموضوع بتاعي، حج مبرور وذنب ايه؟ مغفور، ده العنوان، خلاص كده الكلمه اللي انا اكتبها. بعد كده الراسل او المرسل اللي هو حضرتك، وبعد كده برضو ايه؟ العنوان. دي هي البرقيه، تختلف بيئة فيها الاشياء. انت شفت الشكل الاول؟ هو ده الشكل اللي همشي فيه كل البرقيات اللي جايه، لكن الشكل ده ممكن اعمم فيه حاجات بقى. البرقيه ممكن تبقى تهنئه بالنجاح، ممكن تهنئه بعيد الميلاد، ممكن تكون لمريض انت عاوز تبعت له برقيه تقول له ايه بقى؟ زي ما احنا قلنا شفاك الله وعافاك. ممكن تكون تعزيه، ربنا ما يجيبش عزاء، بس دايما لما يكون حتى برقيات بتحتمل ده، تحتمل الفرح وتحتمل ما الى ذلك، يبقى برضو كلها، كل ده اسمه ايه؟ برقيه. تكتب بنفس اللي احنا قلناه، الصفر اللي احنا قلناه ده، المربع اللي احنا قلناه والمستطيل، اكتب فيه اللي احنا عملناه، مرسل اليه وعنوان، وراسل وعنوان، والكلمه اللي انا هكتبها، ولا بد ان تكون هناك اختصار وايجاز. يعني ايه اختصار وايجاز؟ ما كترش في الكلمات. زي ما انا جيت اتكلم كده قلت ايه؟ بهني، يبقى حج المبرور وذنب مغفور. بعيد ميلاد، عيد ميلاد سعيد. بسنه جديده، يبقى برضو عام ميلادي جديد. حلو كده؟ سعيد عليكم. قول زي ما انت عاوز تقول بقى. كل ده في كلمات اللي هي ايه؟ زي ما انا سميتها حصاله الايه؟ الدرجات. دي حصاله هتحط فيها، واللي هتلاقيه هتلاقيه في الاخر ايه؟ درجات انت اللي هتحصل عليها. تعالوا بقى اما اشوف التعبير اللي بعد كده، الابداعي. هو ده اللي بياخد مني شويه مجهود، شويه تفكير، لاني انا المفروض لما هكتب موضوع ابداعي انا اللي هالف الكلمات اللي فيه. عشان كده لو جيت اقول انا الموضوع اللي عندي اهو، احنا حاجه بنعيشها في العصر الحالي، في الوقت اللي احنا فيه، مصر بتشهد نهضه صناعيه، زراعيه، تجاريه، كل النهضات اللي احنا عايشينها مصر الحمد لله على اول خطى الايه؟ النجاح والتفوق. فتشهد ايه؟ مصر نهضه عمرانيه وصناعيه وزراعيه. ده اللي انا قلته، ده راس الموضوع. تعرف تكتب فيه؟ طيب لو انا عرفت اكتب فيه، انا هقول الاول لناردين من اسكندريه كده تدخل معايا وتشاركني العناصر اللي انا ممكن اتكلم فيها. الو الو، اسكندريه. ايوه مستر، صححي لي الاسم الاول. ناردين. اه. طب معنى الاسم ايه؟ اغلى عطر. اغلى عطر، ما شاء الله، يعني بيرفم مفيش بعد كده، اصلي اصلي يعني. ماشي يا ناردين، انا معاكي بقى يا ناردين. انا عارف اسكندريه وعارف كل حاجات اسكندريه وحلاوه اسكندريه. لما اجي اتكلم بقى على موضوع تعبير، انت اللي هتقولي لي وتشاركيني فيه وهكتب اللي انت هتقوليه. انا بتكلم على، بقول مصر تشهد نهضه صناعيه، تجاريه، زراعيه، كل ده اقتصاديه مصر تشهدها. اكتب في هذا الموضوع. لو واحد واحد كده، لو حبيت انا اعمل عناصر الاول، انا وناردين اصدقاء في لجنه واحده، وبقول لها غششيني العناصر يا ناردين، تقدري تقولي لي رقم واحد في العناصر ممكن اكتب ايه؟ ممكن اكتب اهميه الزراعه لمصر. يبقى واحد، يبقى انت بداتي بالزراعه، جميل، اهميه الزراعه. جميل. الثانية أهمية التجارة والصناعة. التجارة وأهميتها، ماشي. ثلاثة لو اتكلم على الصناعة بقول ايه بقى؟ الصناعة عصب التقدم وعماد الأمة، لأن أنا عندي في حاجة في الأمة كده الصناعة بتقوم عليها. جميل قوي. انا لو هتكلم في جزئية واحدة بس انت هتكلمي عنها، وبعدين اسألك سؤال تاني على اهمية الزراعة، تقولي ايه؟ ااا آه آه
توفر المواد الخام. يبقى الزراعة، شوف كده بقى اهو، توفر المواد الخام. وايه تاني؟ اما اتكلم على الزراعة، مصر، مصر بها اخصب ارض على مستوى العالم كله، فنحن ننتج منتجات زراعية يتهافت عليها العالم، بل ونصدر منها. شوف كل ده انا بتكلم في ايه، جزئية واحدة اللي هي اسمها ايه، الزراعة. وقد قمنا باستصلاح، او قامت الدولة باستصلاح الصحراء، واصبحت صحراء مصر خضراء. الله عليكي، الله عليكي، صح كده؟ انا قلت التعبير. اسألك بقى في النحو. ماشي. جاهزة يا ناردين؟ جاهزة يا مستر. جاهزة. خدي بالك احنا خدنا قبل كده يعني ايه، يعني ايه نوع الجملة اللي عندي. انا عندي الاول انواع الخبر. انواع الخبر عندي ايه؟ مفرد وجملة وشبه جملة. مفرد وجملة وشبه جملة. طيب انا عاوز انت تقولي لي جملة اسمية خبرها، ها الخبر جملة فعلية. يلا. جملة اسمية الخبر بها جملة فعلية. يلا. الولد يذاكر دروسه. الولد، عشان نقول اهو بقى، يذاكر دروسه. اين الخبر؟ يذاكر. يبقى جملة ايه؟ جملة يذاكر. جملة فعلية، تبقى يذاكر دروسه. يبقى جملة فعلية على بعضها دي. والولد يعرب ايه؟ الولد مبتدأ. يبقى الولد مبتدأ. مرفوع وعلامة رفع الضمة. مرفوع وعلامة رفع الضمة، جميل قوي. لو ادخلت بقى فعل ناقص على الجملة. يبقى كان. بلاش كان، خلينا بقى كان يعني خلص وخلاص. نقول سارة، ماشي ها. سارة الولد يذاكر دروسه. اعرب الولد وخلاص. الولد يبقى اسم سارة مرفوع وعلامة رفع الضمة. يبقى اسم سارة مرفوع. طب تعرفي لما اجي اعرب يذاكر دروسه، اللي هو الخبر الجملة الفعلية، على بعضها كده بقولها ازاي؟ على بعضها. الخبر هنا ايه؟ الخبر جملة فعلية. ايوه. يبقى هنا بقى الجملة الفعلية بقولها في محل، في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. لا، رفع ولا. رفع ولا ايه؟ رفع ولا ايه؟ ها؟ خبر صار. في محل نصب. نصب خبر صار. خبر كان او صار اللي موجودة معايا. ناردين والعطر الجميل انا شمه من هنا، من اسكندرية لغاية هنا، بقول لك معايا لاخر الحلقة هنقول حاجات في الامتحان جميلة. شكرا يا ناردين. مع السلامة. شكرا. انا مش عارف دايما، انا متعاطف مع البنات يعني، فدايما بناتنا ما شاء الله، ادب اخلاق علم، حاملين التلاتة كده، فعشان كده ربنا يا رب ان شاء الله يبارك فيهم. تعالوا بتكلم كده، واتكلمت على مع ناردين على الزراعة والصناعة واللي انا هكتبه في موضوع التعبير، واولادنا لما يجي يكتبوا بنفس الطريقة اللي احنا قلناها، عناصر، وما دام هناك عناصر يبقى انا موجود عندي ايه؟ حاجات هشتغل عليها، كل عنصر اكتب فيه سطرين، عملت 10 اسطر اللي انا محتاجهم في موضوع التعبير. وكده خلاص، وانا هلاقيه موضوع التعبير اللي زي ده، اللي يتشهد مصر نهضة، مصر واجناد مصر وجند مصر ووطن مصر، كل ده كلام هتلاقيه في الامتحان. قلت لك وطنيات، والله العظيم ان كل اللي هيجي، ولو انا اللي بحط الامتحان لازم يبقى ده وضع الامتحان فيما يسير العصر. احنا في وقت ايه دلوقتي؟ كل قلوبنا مع مصر، في الوطن، في كل ما هو غالي، في الشهيد، في كل من يضحي من اجل مصر. في تعبير بقى هتلاقيني جايبها في النحو، هتلاقيني جايبها في كل حاجه، كله تتكلم عن مصر. عشان كده ركز في الكلام ده، عشان ممكن هي موضوعات واحده بس هيختلف الايه؟ الكلام اللي هو الوطني يعني. معانا البحيره، وما دام هناك البحيره هخليه يكتب برضه فيما تخص البحيره. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قولي الاسم تاني عشان ما سمعتش الاسم قوي. إيمان. ازيك يا ايمان؟ مرحب. ازيك يا مستر؟ يا مراحب، مش مرحب واحد. بصي يا ايمان، انت الاول عندك اي سؤال؟ لا، انا عايز امسئل. انا عاوز افهم، انا عايز تسالي. بصي يا ايمان كده، انا برضو في موضوع التعبير، ناردين كانت معانا من اسكندريه وما شاء الله قالت في التعبير ما كان يعني. الموضوع الثاني اللي انا برضو عندي وهتكلم فيه، انا قلت اتكلم عن مصر واتكلم عن الوطن واتكلم عن جندي مصر، كل ده جميل قوي، واتكلم عن الحاجات اللي موجوده في مصر زي نهر النيل. لو انا اتكلم على نهر النيل وانا بشوف الموضوع كده، بقول نهر النيل شريان الحياه في مصر، اكتب في ذلك موضحا اهميه نهر النيل لمصرنا الحبيبه وكيفيه المحافظه عليه. لو هتكتب الموضوع ده، اولا تقولي لي العناصر، عناصر كده واحده واحده كده يا ايمان. هنقول نهر النيل مياهه عذبه. يبقى مياه النيل عذبه، جميل، ماشي.
يجب أن نحافظ على مياه على نهر النيل. يجب أن نحافظ عليه. جميل. ها طيب، أنا من الكلام، بص يا إيمان كده، وأنا بكتب يبقى عندي من رأس الموضوع كلام وعناصر. هو بيقول إيه؟ شريان، والشريان دي يعني حاجة بتمدنا بالحياة، شريان الحياة. يبقى النيل فعلا، وأنا في العناصر كده أقول النيل شريان الحياة، صح كده؟ طيب، أهمية نهر النيل، إحنا قلنا الأهمية كمان، أهمية نهر النيل. أنت عارفة إن النيل يا إيمان، ودي معلومة بقى زيادة ليكي، هو نهر من أنهار الجنة؟ عارفة المعلومة دي؟ يعني معناها إن لا حد هيقدر يمنعه، ولا حد هيقدر يوقفه، ولا حد هيقدر يسد علينا هذه المياه، لأن منبعه الأساسي لا هي الحبشة بقى ولا هي غيرها، المنبع الأساسي لنهر النيل الجنة، نهر من أنهار إيه؟ الجنة. عشان كده مصر ستظل هبة النيل يحميها الله سبحانه وتعالى، ولن يجف لا نيلها ولا خيرها ابدا. سؤال نحو بقى، صح كده يا ايمان؟ جاهزه؟ جاهزه. انا قلت كده يا ايمان لما اجي اتكلم على جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم بيرفع بايه؟ بيرفع بالواو، وينصب ويجر بايه؟ بالياء. بالياء، حلو كده. لو قلت كده الشياطين والعياذ بالله توسوس للإنسان، وأقول لك كده أدخل إن أو إحدى أخواتها على الجملة وغير ما يلزم. يلا هنقول إن الشياطين، إن الشياطين، إن الشياطين، انا الاول انا دي على تركه بس عشان اوقعك فيها. الشياطين هنا جمع مذكر سالم. ازاي؟ هو لو عرفتيها كده لوحدها من غير ما ندخل ان، انت اللي هتقريها. اقرأي كده معايا الشياطين، اعربي كده من غير حاجة، ما دخلتش لسه ان، نقول عليها ايه؟ مبتدأ. مبتدأ ماله؟ مرفوع وعلامة رفع الضم. مرفوع، بص انت قلت ايه؟ مرفوع وعلامة رفع الضمة، إذا فهنا ضمة، يبقى الياء والنون دي، الياء والنون دي هي ياء جمع المذكر السالم؟ لا. مش المفروض لو هي كده تبقى مجرورة أو منصوبة، مش ده ياء ونون؟ ولكن في الكلمة دي ياء ونون، ده من أصل الكلمة، من الكلمة نفسها، لو شلتها تغيرها لي، ما تبقاش لها معنى، صح؟ صح. الفرق بين جمع المذكر السالم وجمع التكسير أن الشكل الياء والنون أو الواو والنون أو أي حاجة مع التغيير، إذا حذفت الياء والنون أو الواو والنون يرجع للمفرد، يرجع للإيه؟ المفرد. طب استني استني معايا كده، لو قلت المعلمون اللي هو إحنا، شيل الواو والنون كده المعلم، يبقى المعلم كلمة صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيحة. يبقى ده جمع مذكر سالم، تمام كده؟ عشان كده لما أجي أقولها المعلمين تبقى منصوبة أو مجرورة، ما عنديش مشكلة. لكن الشياطين، شياطين، شيل الياء والنون كده، شياط بقت كلمة؟ لا. يبقى جمع، ده اسمه جمع ايه؟ تكسير. طب ضيفي عليها واو ونون، الشياطون برضه. خرجت، يبقى هي دي كلمة على بعضها كده، باكج واحدة. عشان كده هي في الأصل لما أجي أدخل عليها بقى إن، ركزي معايا تاني، إن هتبقى إن الشياطين زي ما هي، صح؟ ولكن ولادنا بقى وبناتنا يغلطوا يعملوا ايه؟ ان بتدخل على الجمله الاسميه تعمل ايه؟ ان بتنصب المبتدا ويسمى اسمه وترفع الخبر ويسمى خبره. لما تيجي تعربي ده منصوب بقى، يبقى اسم ان، ها منصوب. ان منصوب وعلامه نصبه الكسر. وعلامه نصبه ايه بقى؟ كسره. لا كسره ليه؟ النصب الفتحه. الفتحه، ايوه، وعلامه نصبه الفتحه. انا كنت بغلطك عشان تقوليها ايه؟ هنا كان المفروض وانا بلخبطت في الامتحان عشان نقولها الياء. الله عليكي، هنا كنت هتقولي انت ايه؟ وعلامه النصب الياء، لانه جمع مذكر سالم، وتخرجي من الامتحان وانت واثقه تماما ان الكلمه بتاعتك صحيحه، ما ياء ونون في الاخر، يعني عندي جمع مذكر وانا قلت وكانت منصوبه، صح يا ايمان؟ صح. يعني انت من البحيره، صح؟ منين؟ من البحيره. ايمان، ايمان طبعا، انا بقول ايمان من الطلبه الكويسه والشاطره،
عشان كده حتى بصوا النقاش مع الطلبه، انا بحب قوي الطالب اللي يناقشني حتى ما يكسفش، هي عماله تناقشني وتكتشف الخطا ونكتشفه مع بعض، وده هو طلبه ايه مصر وطلبه البحيره. شكرا يا ايمان. ارجع تاني، انا خلصت نهر النيل وقلت موضوعين تعبير اساسي جايين، حاجه عن مصر في اقتصاد مصر وما خلا من ذلك، وبعد كده يجي على حاجه في مصر زي نهر النيل، زي الصناعه في مصر، زي كل ده هي مواضيع الايه التعبير. تعال ما اشوف اللي جاي. قراءه متحرره، كل ده كلام على فكره جديد ومستجد وحاجات كده، عندي جد جديده كده حاجه اسمها القراءه المتحرره. قراءه متحرره يجي لك في اي موضوع، انا جبت اي موضوع ايا كان، يجي لك عن نصر اكتوبر، يجي لك عن برضو الكلمات اللي هي الزراعه والصناعه في مصر واهميتها وكان وكان وكان، كلمات كتير قوي كده، وبعدين يبدا يسالك فيه موضوع مش عندنا، يبدا يسالني بناء على ايه؟ على قراءتي، لانك مفروض ان انت لقيت ده في كتاب، لقيته في مجله، لقيته على النت، فانت بالنسبه لك ده هو اللي المفروض ايه تعمله. طيب احنا واضح ان احنا ايمانياتنا النهارده عاليه، فمعانا ايمان من المنيا. ايمان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ايمان؟ كويس الحمد لله. ايوه الله اكبر، عاوزه تتسالي يا ايمان؟ ايوه نعم. ايوه نعم، وانا عارف والله دخلتك يعني عاوزه تتسالي. بصي يا ايمان كده الاول، انت عارفه يعني ايه قراءه متحرره؟ قراءه متحرره ايوه، يعني موضوع بيجي لنا خارج المنهج اقرا فيه وبعدين استنتج الاسئله، صح؟ نعم نعم. طيب انت اقراي معايا كده هذا الموضوع عشان هسالك عليه اسئله، اقراي كده يا ايمان. ماشي. اكيد وصل دلوقتي ليك. ولد عباس العقار في مدينة أسوان صعيد مصر، ونشأ وعقله أكبر من سنه، فعندما لمس حنان أبويه وعطفهما عليه قدر لهما هذا الشعور، يعني قيم الشعور ده وحس بيه. وظل طوال عمره يكن لهما أعظم الحب. يكن لهما، ماشي. وعلمه أبوه مبادئ القراءة والكتابة، فراح يتصفح كل ما يقع تحت يديه من الصحف والمجلات، ثم لحق بإحدى المدارس الابتدائية حتى أتم الشهادة الابتدائية، وراح يثقف نفسه بنفسه حتى صار كاتباً مشهورا. أسأل بقى؟ أسأل. قريتي القطعة، شفتي بقى أنت أهو مع نفسك وانت اللي قرأتيها، يعني معناها كل سؤال هيجي هتعرفي تجاوبيه، صح؟ السؤال صح. الأول، ولد عباس العقاد بمحافظة ايه؟ محافظة أسوان. الله عليك، يبقى أسوان هي صحيحة، ودي جبناها منين؟ من القطعة اللي موجودة. طب السؤال الثاني، أخذ عباس العقاد يثقف نفسه بنفسه حتى صار أصبح ايه؟ كاتبا. طيب شوفي اسمه صار ايه بقى؟ كاتبا، صح؟ انا هجيلك بقى هنا، استني عشان اكمل اسئله، ده انا ما صدقت ان في حد من الصعيد جاي. صار كاتبا، اعربي كاتبا. اسم ساره. هزعل منك واجي لغايه المنيا جري اجيبك واعرفك القاعده وارجعك تاني. ساره منصوب بالفتحه. ايوه كده، مش انا بتكلم عن مين دلوقتي يا ايمان؟ ساره مين؟ عباس العقاد اللي هو الاسم عقاد. يبقى هنا الاسم مين؟ عباس، لكن اللي كاتب ده اللي هو كلمه ايه؟ هو الخبر، عشان كده قلت ده خبر ايه؟ خبر ساره. خبر ساره منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الفاتحه. الله عليكي، انا لازم اسالك السؤال الاخير ده كمان، بص كده، مضاد عطف ايه؟ عطف، العطف، مش قلنا والده كان يعطف عليه، العطف عكس ايه؟ عكس عطف ايه؟ الاول بابا بيحبك ولا لا؟ بابا بيحبك ولا لا؟ عليه. بابا بيعطف عليكي. العكس بقى، لو بابا جه متنرفز ولقينا كده في يوم عمال يقول لك يا ايمان انت ما ذاكرتيش ليه، ويتعامل باسمها ايه؟ قسوه. يتعامل بايه بقى؟ القسوه. ايوه، يبقى عكس العطف هو القسوه، عكس العطف هو الايه؟ القسوه. طيب ما الشهاده التي حصل عليها عباس العقاد؟ قلتيها انت هتحصلي عليها السنه دي ان شاء الله، واقول لك شكرا يا ايمان. يلا، ايه الشهاده؟ الشهاده اللي انت هتمتحني فيها السنه دي ايه؟ الابتدائيه. ايوه، عباس العقاد
حصل على الشهادة الابتدائية، ودي كانت أعلى شهادة يحصل عليها، ولكن علم وثقف نفسه بنفسه عشان كده صار كاتبا مشهورا. شكرا يا إيمان، وإن شاء الله احنا مش هنكتفي بالابتدائية، مع إيمان هيبقى فيه بعد كده إعدادية وثانوية والجامعة وبعد كده دكتوراه كمان. شكرا يا إيمان. ان شاء الله يا حبيبتي. انا على فكره بحب بنات كمان، يعني بجانب تعاطفي مع البنات وحبي معاهم، لكن كمان في زياده ان انا بحب بنات الصعيد قوي، ده زياده كمان يعني. تعالوا ما نشوف بقى اللي موجود معايا بعد كده، قصه علي مبارك. انا عاوز كل ده، احنا عاوزين نقول امتحان، هو امتحان، واللي انا جايبه ده ان شاء الله هتلاقيه في قلب الامتحان، يعني حتى في كلماته، مش كلماته ان انا عارف الامتحان لا، بس حاجه زيها يعني، احنا شكلنا كده التشكيل على بعضها وهنجيب كل ما احنا متوقعينه في الامتحان. قصة علي مبارك دي القصة الرئيسية بتاعتنا اللي انا بشتغل على اساسها، اسمها موضوعات او القراءة ذات الموضوع الواحد، لان موضوع القصة واحدة. يعني مروان لما اسأله في القصة هيجاوبني، وانا عارف ان مروان شاطر. مروان ازيك يا مروان؟ عامل ايه يا مستر؟ انت سامعني الاول ولا مش سامعني؟ معك يا مستر. طيب بص يا مروان بقى كده معايا، انا معايا قصه علي مبارك. تمام يا مستر. انا هسال فيها اسئله، واحنا عارفين ان الاسئله مباشره، ما بقتش تجيلي القطعه اللي تجيلي عليها الاسئله. تمام يا مستر. بص كده، هو جاب لي الكمبيوتر سبقني وجاب الاجابه، بس بقول صف الحاله التي كان عليها عنبر افندي حين دخل علي الفتى. على فكرة مستر مش قدام التلفزيون. أنا عارف والله إن جات لك الإجابة، عشان كده أنا هجيب لك سؤال تاني. ما موقف علي مبارك مما رآه عندما دخل على عنبر أفندي؟ أخذته الدهشة وأخذ يقول لنفسه ما عظمة هذا الرجل وهو ليس بتركي. الله عليك، شفت كده؟ دهشته وقال إيه ده؟ مين الرجل ده؟ إيه العظمة والأبهة اللي عايش فيها هذا الرجل؟ مش أنت تعرف العمل الأصلي لعنبر أفندي كان إيه؟ قول تاني كده يا مستر. عنبر افندي كان يعمل ايه؟ كان بيشتغل ايه؟ مأمور لزراعة القطن. يا سلام، سؤال تاني برضه في القصة، ما سر عظمة عنبر افندي؟ انه يرفع شأن الانسان ويحقق له حياة كريمة. انا مش عارف اعمل ايه، يعني طبعا سر العظمة في اي انسان هو التعليم، عشان كده انت كمروان ان شاء الله في المستقبل هتبقى حاجة كبيرة، عشان انت مين؟ طالب مجتهد من سوهاج. عشان كده بقول لك التعليم الذي يرفع الناس ويعلي اقدارهم ويحقق لهم الحياه الكريمه. في عندي التعليم الذي يرفع الناس. كلمه يرفع الناس، ركز معايا كده، يرفع الناس. مش دي في قلب الجمله؟ اعرب لي كلمه الناس. اعربتها، اسقف لمروان واقول له اشوفك السنه الجايه ان شاء الله في الصف الاول الاعدادي. قول يا مروان. مفعول به منصوب وعلامه نصب الفتح. طب اعمل ايه بقى يا مروان؟ يعني اسقف ولا اسمع سوهاج كلها؟ طبعا برافو عليك يا مروان. طب بقول مروان الاول، انا تعمدت ان اجيبها، يرفع الناس. شفت مروان بذكائه عمل ايه؟ لما يرفع الناس دي الكلمه الثانيه، والتاني لما برتب كده بقول فعل ويجي بعده فاعل، ده بالترتيب. لكن مروان فكر شويه وشغل العقل السوهاجي الصح، راح عامل ايه؟ قال يرفع. مين اللي بيرفع؟ التعليم. يرفع ايه؟ الناس. اذا فالناس هي المفعول به. يا مستر سامعك. على فكره انا بطلع الاول على طول على دفعتي. الله عليك، انا والله حاسسها، يعني من غير ما تقولها يا مروان، يعني انا هكتب اسمك عندي، انت اسمك مروان ايه الاول؟ مروان حسني. مروان حسني. هي في طالبه كانت زيك كده ان شاء الله من المنيا، كان اسمها مريم، برضو كده وانا منتظرها ان شاء الله، نفس التفوق ونفس الاحساس ان الطالب في حاجه كده بتقول انه طالب متفوق. انا بقول لك يا مروان معايا كده، ودوم معايا كمان، لان في حلقه كمان بعد ساعه كمان فيها موجوده، فانت دوم معايا في الحلقات او في الحلقه دي، وان شاء الله هشوفك وانت بتقول لي انا الاول، مش على دفعتي، على الكل. ماشي، احنا كده شغالين من دلوقتي لغايه الساعه 5 يا مروان، فانت معايا ما تمشيش. اتفقنا؟ وعد. متابعك يا مستر. وعد، مش هتمشي. وعد، وانا مستني. ماشي يا مروان، شكرا يا مروان. الطالب المجتهد يعني مش 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 بقول على مروان بس، كل الطلبه، بس من الناس الحلوه بقى اللي تشجعك الشجاعه الاول. شفت الشجاعه الادبيه اللي هو داخل بيها دي؟ الجراءه، لانه عنده حجته الصح، هو مذاكر متفوق. اسالني، قول اللي انت نفسك فيه، انا معاك. هو ده بقى اللي ايه؟ الطالب اللي مالي دماغه قوي بالمعلومات، عشان كده ما تفرقش معاه.
طلعني في التلفزيون، اجي معاك واقعد معاك في القناه كمان. شكرا لكل الطلبه اللي انا بقول عليهم هم فخر مصر، سر عظمه عنبر افندي التعليم، وسر عظمه طلبه مصر هو التعليم، وسر عظمه مصر هو التعليم ان شاء الله. طيب ونخش في العظمه بقى، بدانا جينا سوهاج نجري على دمياط ونقول نبيل. نبيل الو. ايوه مستر. ازيك يا نبيل؟ ازيك يا مستر؟ لا انا مش عاوز بقى اكل مشبك يتعب الناس، يعني انت شكلك كده سقعان والضميطه ده عندك مشبك وعندك خشب وعندك ايه ده؟ ده احنا هنعمل معاكوا شغل جامد قوي. جاهز يا نبيل للسؤال اللي جاي ولا انت عندك سؤال؟ لا جاهز. انت جاهز برضه في القصه وهدخل فيها سؤال نحو بس خليك مصحصح. ماشي يا بلبل؟ بص معايا بقى كده. ما المدرسه التي تخرج فيها عنبر افندي وكيف دخلها؟ مدرسة قصر العيني، ودخلها بعد أن توسطت له أحد سيدات المجتمع الفضليات. يعني دخل بالواسطة وده حقيقة. يبقى هو دخل في الأصل مدرسة قصر العيني، وبعد كده اللي توسطت له مين؟ إحدى سيدات المجتمع الفضليات. بص يا نبيل، بص الكلمة القصر أنا هقولها لك كده ودي معلومة إضافية، يعني هي دايما تتكتب قصر العيني. على فكرة دي الكتابة الصحيحة بتاعتها، مش القصر العيني. هفرق ما بينهم ليك وانت معلومة عشان هسألك نحو بقى دلوقتي. كلمة قصر لان القصر ده كان يملكه شخص زي ما انا اقول كده قصر نبيل، انت تملك قصر وده اسمك، يبقى ده قصر مين؟ قصر نبيل او قصر عائلة مثلا. لو انت من عائلة، انت عائلة اسمها ايه عشان نشارك في التلفزيون؟ العائلة بتاعتك اسمها ايه؟ سميسي. الايه؟ سميسي. الليسي؟ سميسي. السبيل. السبيسي. السبيسي خلاص سمعتها. يبقى هي بالعائله قلت القصر ده يتملكه العائله دي، عشان كده لما اجي اعرب قصر والعيني يبقى القصر ده شوف بقى اهي اعربها بقى كلمه العيني تعرب ايه؟ مضاف اليه. الله عليك، لان انا النكره بتاعت اللي هي قصر اللي عرفها كلمه العيني، عشان كده هي اللي قالت ده مضاف اليه. لكن لو قلت مضاف. القصر العيني تعرب العيني ايه؟ العيني مضاف اليه. لا اسمعني بقى، استنى هنا اقول لك انتظر الى ان اراك. اسمعني، انا قلت بيت، هخليك بقى سيبك من القصر العيني دلوقتي، بيت، وانا اتكلمت على انت قلت السبيسي. سميسي. يا عم هخليني نبيل بقى وخلاص، خليني نبيل. بيت نبيل، مش ده بيتك انت صح كده؟ طيب البيت، عشان كده اتكلمت بيت كذا، بيت فلان، فلان ده هو الايه؟ هو المضاف اليه، لان عرفت كلمه بيت بانه ينتمي لمين؟ لفلان ده اللي هو المضاف اليه، صح كده؟ لكن لو قلت البيت وخليتها بقى، بص كده انا هشبهها لك قوي، النبيل. وضحت ليك شويه؟ البيت النبيل. ها كده وضحت. تبقى ايه بقى؟ البيت. تبقى ايه النبيل؟ البيت النبيل مضاف اليه. لا لو قلتها يا نبيل هسقف لك واقوم اجيبك هنا، عندنا هنا احنا جنب القصر العيني، اجيبك عندنا هنا نحييك. ها البيت النبيل. واحد لغايه ثلاثه، اثنين ثلاثه. لسان ولا خبر؟ لا بص معايا كده، انا هوضحها لك اكتر عشان اشرحها لاولادنا وانت تفهم معايا يا نبيل. هشرحها لك كده الاول. انا ساعات لما اتكلم عن نفسي المضاف اليه يقول لك ايه؟ يعمل يوضح نكره، يعرفها، يقول النكره دي هي ايه. لكن لو جبت الاثنين، لو جبت الاثنين الف ولام والف ولام، او مفيش الف ولام ومفيش الف ولام، يقول لك يصفها، يعني يعمل لها ايه؟ عمليه وصف. بدل ما انا بتكلم على اني الكلمه دي تعرف النكره، لا توصفها بس، تقول لي ده صفه فيها. عشان كده لما اجي اتكلم على قلت كده ايه؟ الولد النبيل. بص كده الولد النبيل، يبقى النبيل دي تعرب ايه؟ صفه للولد اسمها صفه. نعت، بتوصفه بانه ايه؟ انسان نبيل. عشان كده الصفه يقول لك ما تقفلش الجمله، تفضل مفتوحه زي ما هي، تفضل زي ما هي كده، تقول لي ايه؟ هي ماله الولد النبيل ده؟ الولد النبيل ده ماله؟ خد بالك بقى صفته ايه تاني؟ يقول لي مؤدب، اقول له جميل قوي، دي الخبر. لكن النبيل دي هي الايه؟ النعت او الصفه. النعت او الايه؟ الصفه. المضاف اليه بيعمل لي اضافه انه يخليه للكلمه النكره معرفه، يخلي الكلمه النكره ايه؟ معرفه، زي ما انا قلت لك. انت فهمت حاجه يا نبيل؟ والله لو ما فهمتش هزعل.
شكرا يا نبيل، وانا عاوزك برضو تداوم معايا، احنا قدامنا لغايه الساعه 5 ان شاء الله، فنبيل معايا وهتكمل معايا في دمياط كده عشان انا محتاج منك مشبك في الساعه دي ان شاء الله. شكرا بلبل. طبعا عرفنا مدرسه القصر العيني ودخلها عنبر افندي طبعا بالواسطه، ودايما الواسطه كانت في الوقت السابق كان في ناس لازم في مدرسه كده ما يدخلهاش غير اللي هو اعالي القوم يعني الاعيان والكبراء، فعشان كده يتوسط للناس عشان تخش الايه؟ الناس اللي زي عنبر افندي. بما اخبر الفراش علي مبارك عن مدرسه قصر العيني، وان الكتابه الصحيحه بتاعتها زي ما قلت لك قصر العيني مش القصر العيني زي ما انا وضحتها لنبيل. الفراش قال لي ايه لعلي مبارك؟ حكى له حكايات عن المدرسه. تلاميذ هذه المدرسه بيتعلموا فيها الخط والحساب واللغه التركيه، وان الحكام يؤخذون منها، واثنى له على حسن اقامه التلاميذ فيها وعلى طعامهم وملابسهم واكرامهم. كل ده كلام الفراش بيقوله بس بيغني يعني، بس دخل دماغ مين؟ علي مبارك غنيوه كبيره قوي كده، قال له الحكماء والامراء وكل ما هم يؤخذوا من مين؟ من مدرسه قصر الايه؟ العيني. طيب انا معايا زينب وانا محتاج زينب جدا. زينب الو الو، من اين انت يا زينب؟ منين منين؟ الو الو، سامعك يا زينب. يعني انا خط الصعيد كله شغال معايا بس انا عاوز اسمعك في البيت. بس يا زينب، زينب اسمعيني بس الاول، هتقفلي التلفزيون الصوت تشوفي بس، يعني تشوفيني في التلفزيون وتسمعي من التليفون، اتفقنا يا زينب؟ اه جميل قوي. اولا انت اسمك انت يعني الطريق كده اسمه ايه؟ مش زينب، اسمه زينب. لا. اسمه ايه تاني؟ اسمك ايه؟ زينب. لا زينب دي هزعل منها، اسمها زينب. اسمها ايه بقى تاني؟ زينب. زينب ايوه كده. طب لما اجي اقول بقى هنا يا سؤال يا زينب كده معايا، بص للسؤال اللي جاي ده كده، لماذا صمم علي مبارك على دخول مدرسة قصر العيني؟ ليه؟ عشان ده انا عاوز كلام يتكتب. يلا يا زينب. لان محمد، لانه كان ان يكون مثل هو دلوقتي لما شاف عنبر افندي تمنى ان يكون ايه؟ مثله، صح كده؟ فعشان كده ليكون من الحكام الكبار او على الاقل مثل عنبر افندي. يبقى الحلم والطموح اللي كان عنده ان يبقى زي مين؟ عنبر افندي. زي عنبر افندي. طب انا هقول بقى كلمه كده وسؤال. سامعاني يا زينب ولا لا؟ ايوه. انا عاوز انا بقى تصحصح معايا. عايز اسال سؤال نحو. انت عندك سؤال يا زينب؟ عايز اسال سؤال نحو. هو دايما ولادنا لما بيجوا هو جاي عشان النحو، انا عارف يا زينب. طب انا هقولها كده، ركزي معايا كده، يكون اقول لك يكون الخط قطع يا زينب هزعل. انا هجاوب زينب اللي انا هقوله ده. بص كده، يكون من الحكام. انا عندي كان اخواتها كل الدنيا بتاعتها تصريفات الفعل بتاعي شغال، محدش يقول لي ده في هو في كان هنا، انا شايف كان، لا في كان وفي يكون وفي كن، كل ده شغال. طيب زينب مشيت وجالي محمد. محمد الو، ازيك يا محمد؟ الحمد لله. لا انا عاوز اللي يكلمني، شو انا صوتي واصل لك لغايه، انت منين؟ ماشي. القاهره، يعني صوتي اكيد انت سامعه من بره. فعلي صوتك قوي عشان يشتغل مع بعض. ماشي. بص يا محمد. نعم. يكون من الحكام. اه انت شايف الجمله، يكون من الحكام. اه شايف. جميل قوي. انا حطيت خط تحت ايه دلوقتي؟ والله أعرف. لسه ما عملش التلفزيون. لا اتخط، والله اتحط دلوقتي ووصل لك، صح؟ من الحكام اهو. طيب شفت. اعرب من الحكام. اه هيبقى من هتبقى، انا ما عنديش مشكله في حرف الجر. يكون اسم كان ده. ايوه شفت انت قلت ايه؟ ده ايه؟ اسم ايه؟ اسم كان. اه يعني عشان ركز معايا يا محمد، من يبقى حرف جر. استنى بس الاول، بالراحه 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 الاول. ماشي. انا عاوز من الحكام على بعضهم، وانت رحت قايل لي ايه؟ اسم كان. اه انا معاك لغايه دلوقتي، انا معاك انه مش صح بس هعرف لك الصح. تعالى نتكلم فيها واحده واحده. مين اللي يكون؟ الحكام. لا
ركز معايا بقى. ماشي. يعني قلت كده علي مبارك نفسه، خلينا نتكلم بالبلدي كده، نفسه يكون من الحكام. تاني، علي مبارك نفسه يكون من الحكام. يبقى انا لما اكون بتكلم على، هتكلم على مين بقى؟ الاسم اللي جاي لي يكون، ورحت قايل من الحكام. يبقى ناقص مين اللي وقع؟ علي مبارك. علي مبارك، يبقى الاسم عندي هو مين؟ علي مبارك. يبقى من الحكام تبقى خبر ولا اسم؟ تبقى خبر. خبر، ونوع الخبر هنا ايه؟ نوع الخبر من الحكام. من الحكام شبه جمله. شبه جمله، الله عليك يا محمد. شفت بالراحه كده واحنا بنفسرها مع بعض هتلاقي الدنيا مشيت صح. وما دام مشيت صح برافو يا محمد. ماشي. ونكمل معانا بقى، احنا مكملين للساعه كام؟ 5. شكرا يا محمد. تعالوا تاني. ولادنا طبعا لما بيدخلوا في الحاجه يعني كل همه ان يتسال نحو، فانا عاوز كل ولادنا يركزوا برضو في القصه، عشان احنا بنقول قصه مع نحو، الاثنين عملوا الكوكتيل اللي انا عاوزه. كان الواقع مخالفا لتوقعات علي مبارك عندما وصل الى مدرسة قصر العينين. بين ذلك. علي مبارك اتصدم، علي مبارك اتشرح له من الفراش كلام كبير قوي، قال له انت هتخش فندق 5 نجوم، عندنا اقامة، عندنا اعاشة، عندنا معاملة حسنة، عندنا كل حاجة حلو، الحاجة اللي في القصر العيني. هل لا رأى علي مبارك هذه الاشياء في المدرسة؟ اشوف. تعالوا ما نتكلم كده. لم يجدها كما سمع من فراش عنبر فندي. الفراش زي ما احنا قلنا كده عمل فيلم واغنيه وهي مش حقيقه. القائمين على التعليم يؤذون التلاميذ بالضرب من غير حساب. مفروشاتهم بور سعيد. الو. الو. ايوه. ازيك يا مؤمن؟ ازيك يا عسل، انا اسمك انت ما هو كان معايا امبارح مؤمن. ازيك يا مؤمن؟ الله يسلمك. طيب كلمه مؤمن، لو انا جيت اقول معنى كلمة مؤمن، عشان دي في سؤال على فكرة جاي، معنى كلمة مؤمن اي ايه؟ المعنى. معنى كلمة مؤمن؟ مؤمن بالله. يعني الايمان هو ما وقر بالقلب كده وصدقه العمل، ده الايمان بالله. ما وقر بالقلب اللي في قلبنا ويصدقه العمل، يعني انت تعبد ربنا سبحانه وتعالى فعل وعمل كمان تقدر تعمل بيه. تمام يا مؤمن؟ اتفقنا ان الايمان بالله. تعال اكمل لك بس دي عشان اسالك فيها سؤال. كان الواقع مخالفا لتوقعات علي مبارك عندما وصل ايه؟ الى مدرسه قصر العينين. طبعا انا بقول لها ايه؟ القائمين على التعليم يؤذون التلاميذ بالضرب. مفروشاتهم حصر من الحلفه اللي هي الحصيره. الطعام رديئا لا يؤكل منه غير الايه؟ الجبن والزيتون. كان الواقع مخالفا. شفت انا قلت الجمله ازاي؟ كان الواقع مخالفا. وسكت. واقول لك دي الجمله دي بتفكرك بايه يا مؤمن؟ مخالفا؟ لا استناني، انا قلت كده كان الواقع مخالفا. ركز معايا بقى عشان اكتبها لك اهو، كان الواقع مخالفا. تمام؟ انا جملتي انت لو انت هتسالني سؤال يا مؤمن، انا هعكس الحكايه بقى. انا كتبت جمله زي دي وقعدت وقلت يا ترى مؤمن ممكن يتوقع السؤال اللي انا هساله، هسالك اقول لك ايه؟ هتقول خبر. استخرج ايه؟ خبر، صح كده؟ حلو قوي كده، طب فين الخبر؟ مخالفا. لا استناني بقى، لو انا قلت لك حول الخبر المفرد الى خبر جمله فعليه. هنا بقى السؤال، شفت انت قلت ايه؟ وانا متاكد انك هتجاوبه. يلا يا مؤمن. كان الواقع يخالف. كان الله عليك الواقع، اخلف دي اعملها ايه بقى؟ يخالف. يبقى بقى الخبر هنا جمله ايه يا مؤمن؟ جمله فعليه. جمله فعليه، الله عليك الله عليك. سؤال تاني يا مؤمن. ماشي. بحب لان مؤمن بورسعيد وانا بحب بتوع البورسعيد قوي، تحس انهم عيال كده زي ما بيسموهم كده اصحاب فكر دماغهم شغال. بص يا مؤمن كده، انا لو جيت اتكلم على تحويل الجمله، يعني ازاي احول جمله او خبر من مفرد مثلا لجملة اسمية او جملة فعلية، التحويل بيتم ازاي؟ هجيب لك جملة وتحولها لي برضو بس الجملة ايه؟ اسمية، لخبر جملة اسمية. ماشي كده؟ انا قلت كده المؤمن اللي هو حضرتك يعبد الله. حلو كده؟ انا كده فين الخبر الاول هنا؟ يعبد الله. الخبر نوعه ايه؟ جملة فعلية. الله عليك، حول لي هذا الخبر إلى خبر جملة اسمية.
المؤمن عابد الله. طب استنى كده الاول، استنى بقى عشان انا كده هزعل منك والله لو قلتها كده، انا هزعل منك، لان كلمة عابد وسكت، لو انت قلت عابد وسكت معناها ان انت عملت ايه؟ خبر مفرد، صح؟ اه. لكن انا عاوز جملة اسمية، جملة اسمية يعني انا مشترط عليك ان يكون في ضمير، الضمير ده يعود على المبتدأ اللي موجود معايا. انا لو جيت احول اللي يعبد دي لعبادة عشان اخليها اسم واشتغلها، اقول ايه بقى؟ المؤمن وكده عبادته، مش انا بتكلم على دي؟ اه صح، انت خدت بالك من اللي انا بقوله؟ انا هنا يعبد الله، عبادته لله. اه هنا بقى عبادته باتقان، عبادته كثيرة، عباداته كل زي ما انت عاوز تقول، بس في الاصل انا حولت هنا لايه؟ لاسم، وبه ضمير يعود على مين؟ يعني على كلمة الايه؟ المؤمن، على كلمة الايه؟ المؤمن. المؤمن. انا اظن انت كده خدت حقك معايا يا مؤمن، صح؟ عشان سؤال بورسعيد. كمان عايز سؤال. عشان اي قول، لا قول ها. عايز سؤال كمان. عايز سؤال. لا كمل معايا للساعة 5، كمل معايا، أنا سألتك بقى أهو، كمل معايا إن شاء الله للساعة 5، وأنت يا مؤمن وعد مني حتى بقول للناس أهو يدخلوك تاني في الاستمرار معايا. شكرا يا مؤمن. معايا بقى يا ولاد، نشوف كده اللي جاي، اللي هو ايه؟ من موضوع مفتاح النجاح. طبعا ده موضوع قراءة، ومفتاح النجاح من الموضوعات، يعني انا عندي يوم لا ينسى، وعندي مفتاح النجاح، عندي كلمات كلها، بس انا بقول الموضوع اللي انا برضو مش متوقعه، اللي هو فيه حاجات كده، لان مفاتيح النجاح اللي بنتكلم عنها، احنا بنعيش عصر او فترة نجاح. فلما اجي انا كوضع امتحان اقول ايه؟ عصر نجاح وفترة نجاح، يبقى انا محتاج مفاتيح ليها عشان اعلم ولادنا مفتاح النجاح او مفتاح النجاح الحقيقي. من تواضع لله ارتفعت منزلته في النفوس. طيب يعني جات محمد، ومحمد منين؟ من المنوفية، والمنوفية دايما بقول عليها محافظة كده، محافظة الناجحين. محمد. الو السلام عليكم. ازيك يا محمد؟ سلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا محمد؟ كويس الحمد لله. جاهز يا محمد ولا مش جاهز؟ انا عايز اسال اسئله صعبه في كل حاجه. صعبه في كل حاجه، ايوه المنوفي صح، هو صعبه في كل حاجه ويحل ويدوس كمان. هتسمع معايا بس مفاتيح النجاح كده عشان هسالك فيها نحو. ركز معايا، انا هسالك سؤال قراءه وادخل فيها النحو الصعب اللي انت ان شاء الله هتحله. نقرا كده بس، نقرا مع بعض كده يا محمد. ماشي. من تواضع لله، كمل قول يلا. من تواضع لله ارتفعت منزلته، ومن تكبر هنا صورته في العيون وخسر نفسه، ومن تكبر هنا صورته في العيون وخسر نفسه. والثالث المسؤولية، إذا إن لكل فرد من أفراد المجتمع مسؤولية، عليه أن ينهض بها وألا يقصر في أدائها. وألا يقصر في أدائها، صح كده؟ أنا عاوز السؤال الأول بس في القراءة اللي أنا هسأله، وبعدين أدخل في النحو. السؤال بيقول معنى ينهض؟ تتقدم. يبقى ينهض يعني إيه؟ يقوم. ينهض زي ما انا قاعد كده، قعدت قمت، ينهض، والامه كمان تنهض تقوم، ماشي؟ طيب السؤال اللي بعد كده، مفرد النفوس. النفس. النفس. كمل معايا عشان في نحو، مضاد بخاسره. كسبا او يبقى فاسد. خساره، العكس بتاعها الايه؟ هو المكسب. طيب السؤال بقى اللي جاي، ما جزاء المتواضع؟ يلا يا محمد. الو. من تواضع لله ارتفعت منزلته، ومن تكبر عن صورته في العيون خسر نفسه. يبقى ترتفع منزلته في الايه؟ في النفوس. طيب العكس، جزاء المتكبر؟ تنخفض صورته في العيون ويخسر نفسه. يبقى هانت صورته في العيون وخسر نفسه. كده احنا اتكلمنا في القراءه، تعال لي بقى في النحو اللي انت ان شاء الله هتجاوب، بس انا عاوزك تصحصح معايا. انا اتفقنا برضو احنا موضوعاتنا السنه دي بتتكلم على افعال ناسخه، اسماء ناسخه، جملة اسمية هشتغل على اساسها، بس في حاجة ساعات بتدخل في النص اللي هي ايه؟ يجي لي مفعول به، يجي لي فاعل، ابقى مصحصح وعارف ازاي اعربه وازاي استخرجه. تمام واتفقنا؟ اتفقنا. انت بالنسبة لك انت كده لو اتكلمت على الطلاب. اه. المجتهدون. طلاب المجتهدون. ايوه. مؤدبون. مؤدبون. لغاية كده انا شغال، صح كده؟ اه. طيب جميل قوي، ادخل على الجملة كان او احدى اخواتي، وانا سايبك وساكت.
من الطلاب المجتهدون مؤدبين. قول تاني، سمعني كده تاني. ها، كان الطلاب المجتهدون مؤدبين. حلو، خليني كده، كان او صار الطلاب المجتهدون مؤدبين. المجتهدون مؤدبين. مؤدبين، اعرف بقى المجتهدون. نعت مرفوع علامة رفع الواو. نعت مرفوع. على فكرة بيعجبني ثقتك في نفسك قوي يا محمد. صح كده، نعت مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه جمع ايه؟ مذكر سالم. طب مؤدبين؟ خبر سارة منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. خبر سارة منصوب بالياء. وشوف شوف ده بقول ايه تاني؟ لو عشان برضو جملتي اللي هتيجي بكرة ان شاء الله هتلاقي كده، مرة تدخل كان ومرة تدخل ان. لو ادخلنا ان تعمل ايه؟ تقول ايه؟ تقول اقول على ايه؟ على نفس الجملة، ان الطلاب، ان الطلاب المجتهدين مؤدبون. اخلف المجتهدين، برافو عليك، مؤدبون. انا بقول حاجة واحدة بس لمحمد، اقول له كلمة واحدة لو قلتها كده انا 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 مبسوط منك. الاول انت طالب ايه؟ طالب مجتهد. العلم مجتهد. هتعرب لي العلم وانا هحولها بعد ما اقول لك كده وبعدين اسقف لك. طالب العلم، اعرب العلم. مضاف اليه مجرور عليه ومجرور كسر. لو حولتها بقى قلت طالب المنوفيه مجتهد، يبقى طالب المنوفيه هو محمد، ونفس المضاف اليه بسقف لك يا محمد واقول لك انت كده بدانا ايه الخط بتاعنا بحري بتاعنا. الصعيد كان متفوق، بدأ يجي لنا ناس من بحري كده زي اسكندرية وزي المنوفية. برافو عليك يا محمد، شكرا. واحنا مكمل للساعة 5، محدش يمشي، نكمل اسئلتي عشان نقول الامتحان اللي معايا. بص كده في النصوص، انا متوقع نصين. الاساس عندي الدين المعاملة، ده الحديث ونصائح اب، وده اساس. هلاقيها هنا، هلاقيها هنا، واحد منهم جاي واحد منهم جاي. يعني انا لو حلفت لك دلوقتي قسمي ده هبر بيه، والله جاي واحد من هذا، مفيش كلام. عشان كده ابدا بنصح اب وهكمل في الدين المعامله، هقول فيه كلام كتير قوي كمان عشان ازود معاه شويه. قال تعالى: ويتجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ربي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ده الايه او الجزء من الايه اللي موجود. طيب احنا تقريبا الصعيد الخط بتاعه القطار قفل، فبدأت بحري كلها كفر الشيخ. محمود. الو. ايوه يا محمود. ايوه. ازيك؟ الله يسلمك. جاهز؟ ايوه. قول ريدي معايا كده يا محمود. النصوص اللي معايا ده نصائح اب، وانت عارف ان في الامتحان هتلاقي نصائح اب في قلب الامتحان وانت جوه. تمام؟ ماشي. الاول هو انا لما انطق بقولها نصائح اب، صح ولا غلط؟ نصائح اب. صح. لا اسمها ايه يا محمود كده؟ ده بس كده ليك انت، طبعا انا مش هختبرك في الامتحان في النطق. اسمها اب. هو الحرف اسمه الباء ولا اسمه الباء؟ الباء. الباء، عشان كده تقولها ايه بقى؟ مش انت بتنطق كده حرف الايه؟ باء. تقولها بقى نصائح ايه؟ ها؟ اب. اب، صح كده؟ ايوه كده. خلاص نقول بقى، يلا شوف الجمله الايه اللي موجوده معايا، وهي تجري. عايزك تقراها كده قراءه صحيحه كده يا محمود. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى، كمل. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الله عليك، ارجع بقى تعالى اما اشوف. مفرد ابناء. ابن. طيب اللي بعديها عشان اسالك نحو برضو ما تخافش. مجتمع. مجتمع. لا بص كده، كلمة مجتمع الاول ومجتمع الاثنين. خد بالك من الاثنين كده لما اجي اقولها. الاجتماع يعني ناس مجتمعه، والمجتمع اي جماعه من الناس. كل ده بيجي العكس منها، المعزل اللي هو ايه بقى؟ ها؟ الانعزال اللي هو لوحده، اللي هو مع نفسه. عشان كده بنسميها ايه؟ في معزل. ده هو المنعزل اللي خرج عن مين؟ عن المجتمع. اللي خرج عن مين؟ عن المجتمع. عن المجتمع. السؤال اللي بعد كده بيقول: نهيا مبينا غرضه. انا عاوز نهي في الايات، افتكر كده وقول لي. لا. ها؟ لا ايه؟ كمل. لا تكن مع الكافرين. يبقى هنا لا تكن مع الكافرين، الغرض هنا ايه؟ إيه غرضه؟ إيه التحذير من الايه؟ من غرضه التحذير من الكفر. الكفر. انك خلاص بقى لا تكن. ده اب بيقول لابنه: يا ابني، يا ابني ما تكونش مع الكافرين. وهنا عشان اقول لك بقى كده
واقول جملتي لا تكن نحو بقى مع الكافرين. حوده ايوه محمود انا هقول لك دلوقتي انا عندي هنا خبر وخبر لفعل ناسخ. اين الخبر وما نوى؟ اين الخبر؟ مش انت عارف ان في هنا فعل ناسخ؟ ايوه. فين الفعل الناسخ؟ اه تكن. ايه؟ كن. لا تكن كن. طيب حلو قوي كده. طيب اللي عندي ده اللي عندي ده لو جبت خبر. جبت الخبر؟ اه الكافرين. لا مش الكافرين لوحدها. لا مع الكافرين. ازعل منك. مع الكافرين. ايوه. ونوع الخبر ايه؟ شبه جملة. لو جيت بقى احللها ليك انت. كان كان. ايوه. المفروض هنا في فرد كان موجود وكان مع الكافرين. كان. مش ده اللي انا عندي؟ أيوة. كان مين؟ مين اللي موجود هنا ده؟ مع الكافرين. مين ده؟ مين اللي انا شلته ده؟ مين اللي كان هنا؟ ابن سيدنا نوح. ايوه يبقى هنا كان ابن سيدنا مين؟ نوح. يبقى هو ده الاسم اللي هو كان. كان مع مين بقى؟ مع الكافرين. مع الكافرين، عشان كده ده الاسم وده الايه؟ الخبر. ونوع الخبر قلنا ايه؟ شبه جملة. طب الكافرين لوحدها تعرفها ايه؟ الكافرين؟ اه مضاف اليه مجرور. لا لا استنى. مع والكافرين. مع 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 ما بيفكركش بحاجة؟ ظرف مكان. يا راجل يا راجل. طب فكر فيها كده يا محمد. محمد محمد محمود محمود. بص يا محمود، انا عاوز بس لما تيجي تقول عشان انا اشرحها لك واشرحها لاولادنا كده. ركز معايا يا محمود. انا عندي حاجتين اتنين في حتة الجر والمجرور. حاجة منهم بتتعرب على بعضها شبه جملة، وحاجة تانية ما بتتعربش. لما يقول لي حرف الجر والاسم الذي بعده، حرف الجر والاسم الذي بعده يعربوا على بعضهم خبر. يعربوا على بعضهم ايه؟ خبر. اما ظرف المكان، ظرف المكان ركز يا محمود. انا لما اقول وسط. وسط. ركز معايا كده. كلمة وسط ده ظرف مكان. كلمة فوق ده ظرف مكان. لانه حدد وانا بتكلم بعمل ايه؟ بتحدد لي الحتة اللي هو فيها، المكان الذي فيها اللي هو موجود. عشان كده عملت ايه؟ لو قلت فوق رحت باصص فوق، تحت بصيت تحت، اتحددت. يبقى الكلمة لوحدها دي على بعضها كده هي شبه الجملة. لما يجي لي حرف جر بحتاج اعمل حاجة جنبها. حرف الجر قلنا عامل زي الملح في الطعام، من غير وجوده يبقى دلع، بس موجود اكل، اتوجد الاكل، لكن دلع مش حادق. لكن لازم يتحط جزئية ايه؟ اللي هو حرف الجر. محمد صلاح بيلعب ايه؟ ليفربول. بس بيلعب بالكرة صح كده؟ ايوه. الباء دي تقول لي محمد صلاح بيلعب بالكرة، باء باء باء، عشان كده الكرة دي اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة. يبقى فرق ما بين حرف الجر والاسم الذي يأتي بعده، وظرف المكان والاسم الذي يأتي بعده. تاني؟ لا فهمت. طب ظرف المكان يأتي بعده ايه بقى؟ ظرف المكان مضاف اليه. يبقى بعده مضاف اليه. تمام؟ طيب وحرف الجر يأتي بعده ايه؟ اسم مجرور. يبقى اسم مجرور. شكرا يا حوده، وتابع معايا برضو. احنا معانا لغايه الساعه 5. معانا للساعه كام؟ 5. هنطلع دلوقتي لفاصل، واوعى حد يمشي، حتى اللي بيتصل دلوقتي يكمل اتصال بعدين. فاصل ونواصل ان شاء الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. احنا ريحنا شويه وانتم ريحتوا شويه، بس احمد ما ريحش. احمد معانا على الهوا ومستني، وده انا بحب الطلبه قوي حتى اللي مهتم انه يفضل مستني مع الفاصل. ومعايا احمد من اسكندريه. احمد احمد يا احمد. ايوه ماشي. بص يا احمد بقى، انا سامعك وانا عارف انت مستنيني، فعشان كده بقول لك بس الاول الصوت 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 اسمعه. أيوة من التليفون مش بالتلفزيون. اقفل صوت التلفزيون خالص. حاضر يا مستر. ماشي يا حماد. ايوه كده. بص يا احمد بقى. ايوه مستر. جاهز معايا؟ جاهز. طيب نوح عليه السلام اب شفيق بابنه،
دلل على ذلك من الآية. أنه قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. آه شفت الشفقة إيه؟ إنه نادى على ابنه وقال له إيه بقى؟ تعالى أنا ابني هيغرق تعالى. طيب رد ربنا سبحانه وتعالى لما رد على سيدنا نوح لما بيقول له ده ابني قال له إيه؟ قال له هو كفر و انه عمل غير ايه؟ غير صالح. غير صالح. طيب كيف صورت الايه الموج وعلى ما يدل ذلك؟ دلته بانه كالموج يدل على قوه الامواج وعلوها. تمام كده. تعالى بقى كده مش هقول بقى انا مش هقلب على نص الطماع والدجاجه خالص، انا هسالك سؤال ايه؟ نحو. هسالك سؤال ايه تاني؟ نحو. بص معايا كده الاول، ركز معايا يا احمد. انا لما اتكلم على، احنا عندنا اسماء، شوف بقى معايا، حروف ناسخه وافعال ناسخه، وده اساس عندي، تدخل على الجمله الفعليه، تدخل على الجمله الاسميه، ترفع وتنصب والليله ماشيه. انا لو جيت اقول كده المؤمنون شايفني يا احمد؟ ايوه يا اخوة. وقلت كده ادخل ان على هذه الجملة وغير ما يلزم. ان المؤمنين اخوة. ان المؤمنين اخوة. اخوة. جميل قوي كده. طيب انا لما اجي اقول بقى دلوقتي انا عرفت ان تدخل على الجملة الاسمية، بتنصب المبتدأ وترفع الايه؟ الخبر. صح كده؟ طيب بنفس الجملة وحاجة تانية، لما اجي ادخل كان او احدى اخواتها واقول لك صحصح في دي، لان انا عاوز هتعمل لي تحويل لازاي احول خبر لحاجة تانية خالص. ماشي كده؟ لو انا قلت كده اقرا كده يا محمود يا احمد. العصفور فوق الشجرة. جميل. لو انا قلت كده تاني وازود ان، واقول لك استخرج الخبر وبين نوعه. فوق. فوق. ونوعه ايه؟ شبه جملة. شبه جملة. امال الشجرة تتعرف ايه؟ الشجرة مع مضاف اليه. مضاف اليه. الشجرة مضاف اليه. انا مش عارف ولادنا خلاص، يعني انتوا خلاص بصوا كده اللي عرفتوا زي ما بيقولوا كده سر الطبخة، فبقيتش اعرف اوقعكم. عشان كده بقول هقول كلمة واحدة اخيرة ودي هتجيلك في الامتحان بكرة ان شاء الله. لو قلت لك كن قويا يا محمد يا احمد، تعرف قويا ايه؟ قويا خبر كن. خبر كن. طب الخبر هنا بيبقى ماله؟ منصوب. انا سألتها المرة اللي فاتت وهسألك فيها ومش هجاوبها، انت هتجاوبها مع نفسك. حول الخبر المفرد الى خبر جملة اسمية ومع نفسك، ولو قعدت للساعة 5 اتصل بيها الساعة 5. اتفقنا يا احمد؟ اتفقنا. يلا سلام يا احمد. على السلامة. على فكرة طالع الاول على مدرستي. الله عليكم. انا معرفش طلاب مدرسة على الهواء والله، يعني في كل المحافظات اللي احنا عاملين نتكلم، وانا عارف ان اولادنا يعني الصدق فيهم لان باين عليهم. فانا بقول لك يا احمد من هنا انت الاول الان كمان باذن الله. فتحيه بقى ليك والاسكندريه. الجو ساقع عندكم ولا لا؟ لا احمد. ايوه. الخط قطع، بس انا بقول لاولادنا اللي هم كلهم كل شوفوا بقى الصعيد من اول الصعيد، خط الصعيد كله، كل اللي بيكلمونا هم الاوائل. عندنا كل المنوفيه وكفر الشيخ والبحيره وكل ده برضو اوائل، فاحنا مدرسه على الهوا رمزها اوائل، ولا كلمه غير كلمه اوائل بس. تعالوا نشوف كده الطماع والدجاجه. عاوز اقول حاجه عن النص ده يا اولاد قبل حد ما حد يتصل. من النصوص اللي هي ساعات ولادنا، وانا بقولها كل سنه، من النصوص اللي يقول لك ايه ده فكاهه، ده خرافه، يعني ده حاجه كده في زي ما بيقولوا كده هرتله، مش انتوا بتقولوها كده عندكم؟ لا خالص ابدا. واحنا ما بنجيبش نصوص، ولا اللي واضع الكتاب كمان او اللي كتب الكتاب بيجيب نصوص عشان نتكلم ونضحك وبس. في فكاهه ماشي، في حته ماشي، لكن فيها للعظه، وهتيجي في الامتحان، هيجي في الامتحان، لان موضوع مهم جدا وبيعرفك حاجات واسس وقيم ومبادئ جميله جدا. القصه خياليه معاك، لكن في الاصل قصه خياليه جواها كلام كبير.
عشان كده مفيش نص يقول لك اصل ده مش جاي، اصل مفيش حاجه اسمها مش جاي، كله جاي. معايا تاني الطماع والدجاجه، ولما اجي اقول كده من نص الطماع والدجاجه وشقها نصفين في من غفلتي، اذ هي كالدجاج في حضرتي ولم يجد كنزا ولا لقيه بل عظمه في حجره مرميه، فقال لا شك بان الطمع ضيع للانسان ما قد جمع. ده قصه الايه؟ الطماع اللي طمع في دجاجته اللي كانت بتجيب له هذا الكنز. طيب انا عندي والله كنز جميل قوي، اتى على الريحه زي ما بيقولوا كده، فيوم، والفيوم مشهوره بالكتاكيت والدجاج، وجالنا كتكوت كبير اسمه مهند. مهند استاذ ازيك يا مهند؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ اشهر حاجه في الفيوم ايه يا مهند؟ السواقي. ايه المشهور عندكم؟ يعني الدجاج عندكم، في عندكم دجاج بيبيض بيض ذهب يا مهند؟ مهند يا نهار ابيض على الفيوم. لا معلش اذا كان قطع يجي تاني. مهند ما تمشيش، لو الخط منك قطع رصيدك خلص، نبعت لك رصيد، بس المهم تتصل تاني لغايه ما مهند يتصل. عبد الرحمن. طيب سيبنا الفيوم، جينا الجيزه، كنا عاوزين بلد الدجاج، بس انا مستنيك برضو يا مهند، بس اشوف عبد الرحمن يدخل معايا بقى في العشاء. العشاء ايه؟ يدخل معايا في الحلقه. عبد الرحمن يا عبد الرحمن، عبد الرحمن. نعم يا مستر. انت ايه يا عبد الرحمن؟ انت في ايه؟ انت رحت فين؟ نعم يا مستر. انت اتصلت بيا ومشيت؟ انا معاك. الو. انت الصوت بس كده شويه يعني. معايا عبد الرحمن كده؟ احنا في نص الطماع والدجاجه، وده هتلاقيه في امتحان الجيزه، الطماع والدجاجه هتلاقيه ان شاء الله. فعشان كده هتبص للكلمات اللي موجوده والابيات اللي موجوده ونسال عليها اسئله، وفي نفس الاسئله نحط البهارات بتاعتنا النحو اللي احنا هنشتغل عليها. معايا عبد الرحمن؟ معاك يا مستر. طيب تعالى كده بص للابيات، اقراها انت تاني كده من نفسك كده يا عبد الرحمن. وشقها؟ وشقها نصفين من غفلتي، هي كالدجاجة في حضرتي ولم يجد كنزا ولا لقيه بل عزم في حجره مرميه، فقال لا شك بان الطمع ضيع للانسان ما قد جمع. تعالى بقى ما نشوف كده سؤالي الاول، بيقول مضاد يقين. مضاد يقين؟ عكس اليقين ايه؟ انت لما يكون يقين يعني واثق من الشيء متاكد منه، العكس بيبقى ايه؟ انا شاكك انك هتجاوب، العكس ايه؟ ها؟ شك. اليقين عكسه شك، يعني انا متاكد لا اشك. تمام. طب شوف اللي بعدها، خد بالك من دي مقلوبه، لو خدت بالك عكس ومعنى، لو قلت معنى فناء البيت في النص كانت اسمه ايه؟ حضرتي. الله عليك، هو ده. يبقى ده نوع من الاسئله هتجيلك في الامتحان. ايوه، يجيب لك الحاجه المقابله ليها او المعنى ليها اللي موجوده منها في النص، يعني هنا فناء البيت هو الايه؟ حضرتي. حضرتي. تمام. مفرد الاناسي، ولو قلتها تبقى واد جدع. المكان. لا، ده كلمه صعبه، عشان كده من الصعوبة أنا هقولها لك تاني. يقولوا لو جيت أجمع لك، اجمع الإنسان كده يا عبد الرحمن. الإنسان. جمع الإنسان؟ الأناسي. هي دي، لما أقول لك مفرد الأناسي. الإنسان. يبقى الإنسان، يبقى هي دي أو دي العكس. يعني أنا كلمة إنسان جمعها أناسي، طب يجيب لي أناسي ويقول لي مفردها. ما تبقاش أنت ناسي بقى، تقولها إيه؟ إنسان. 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 يبقى طاح صح كده، يبقى مفرد الاناسي هو الايه؟ الانسان. سؤال اخير ومعه النحو، ما الحكمه التي توصل اليها الطماع في النهايه؟ توصل لايه؟ ان الطمع يضيع على الانسان ما قد جمع. الطمع يضيع على الانسان ما قد جمع. الطمع بنقولها كده زي ما بنقولها يقل، حتى بنقولها دايما طمع يقل ما جمع، الطمع يقل ما ايه؟ ما قد جمع الانسان في حياته. تعال لي بقى لسؤال نحو بسرعه يا عبد الرحمن، عشان انا حاسس ان مهند على الخط ومستني يسال. بص يا عبد الرحمن كده، احنا اتفقنا تاني جمله اسميه، انواع خبر. لو قلت لك اللي معايا دلوقتي، انا قلت عبد الرحمن اللي هو الولد، وعبد الرحمن انا بقول عليه طيب، وعبد الرحمن الطيب واقول عليه بقى كده ايه؟
طويل. انت طويل ولا قصير يا عبد الرحمن؟ طويل. يعني طلعت صح، انا شايفك يا عبد الرحمن. تعالى بقى نعرف كده دي عبد الرحمن، واسيبك تروح الجيزه زي ما انت. قول يا عبد الرحمن. الولد؟ الولد الطيب طويل. جميل، اعرب. الولد؟ اه. مبتدا مرفوع بالضمه. جميل، الطيب. خبر؟ هنا بقى اللخبطه بقى يا عبد الرحمن. الطيب، الطيب طويل خبر. لا، انا عندي طويل هي اللي خبر، لان انا شفتك من انك طويل، انا اخبرت عنك، صح كده؟ انك مين؟ انك طويل. الطيب دي عشان كل ده هناخده في يعني كلمه النعت، النعت 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 او الصفه، النعت او الايه؟ او الصفه، هي دي النعت او الصفه اللي انا بتكلم عنها، اللي ما بتكمليش معنى الجمله، لو وقفت عندها تسيبها لي مفتوحه زي ما هي، لو شلتها، لو قلت كده الولد طويل، صح ولا غلط؟ يبقى مبتدا وايه وخبر، مبتدا وايه وخبر. اذا فانت طيب وانت طويل، وطب بالتوفيق يا عبد الرحمن، واشوفك ومكمل معايا ان شاء الله. شكرا يا عبد الرحمن. معايا تاني كده يا اولاد، الحكمه اللي توصل اليها قلنا الطماع في النهايه ان الطمع يقل الانسان ما قد ايه ما اتجمع. تعالوا ما اشوف اللي بعد كده، ما الجمال فيه لم يجد كنزا ولا لقية. خد بالك من دي مهمه جدا في الجمال او الجماليات او مواطن الجمال. ولادنا ساعات الشرح يبقى عارفه، المعاني عارفها، المضادات عارفها، يجي عند موطن الجمال توقف معاه قوي ويبقى هي ايه؟ طب ليه؟ برضو في حاجات محتاجه تركات كده، ودي من الحاجات دي. انا عندي في الكلمه دي في عندي لا ولم. بص الاتنين دول. كريم. الو. ازيك يا كريم؟ كريم، كريم اسكندريه. وانا سامعك يا كريم. الو الو الو، انا سامعك. علي صوتك يا كريم. الو. لا بص اقول لك حاجه، اتكلم اتكلم اتكلم، يعني قرب منك السماعه، واضح انك بتتكلم موبايل، قرب السماعه كده واتكلم وقول الو. الو. ايوه كده سمعتك، سامعني؟ اه. طيب بص يا كريم، وبما انك من اسكندريه، بص للكلمه دي كده، ما الجمال فيه لم يجد كنزا ولا لقيه. قرب للتليفون يا كريم. لم يجد كنزا ولا لقيه. قرب للتليفون، انا سامعك اهو. الو. يلا معاك، انا معاك. لم يجد كنزا ولا لقي. يلا يا كيمو بقى. ما كريم واضح ان خطوط اسكندريه طبعا، يعني انا عاذر الدنيا لاني برضو الجو ساعات كده الخطوط او حتى الموبايلات نفسها الشبكات بتقبى، فداوم تاني يا كريم وانا معاك هجاوبها لك انا المره دي. هي كان سؤال شويه صعب بس انا هجاوبه لك، وهعتبر ان انت اللي جاوبته يا كريم، وهسقف لكريم. بص كده، الجمال في لم يجد كنزا ولا لقيه. بص للاتنين كده، انا قلت اللام ولا، لام ولا ده نفي، تنوع النفي هنا لتاكيد الفكره. يعني بمعنى ايه؟ يعني لما يجي بابا مثلا، انا رايح مكان كده وانا بكلمه بقول له يا بابا انا عاوز اروح، مثلا انت بتقول لبابا كده انا عاوز اروح النادي، هتروح ايه؟ النادي. بابا قافله معاه، عمرك ولا انت شايف النادي النهارده، يعمل لك ازاي؟ لم ولن تذهب للنادي النهارده. ايه ده؟ ده اسمه ايه بقى؟ اسمه تأكيد نافي. انا لم ولن قلت لك عمرك ما هتروح النهارده، احنا النهارده قلنا احنا رايحين لتيتا يعني هنروح لتيتا، مفيش حاجه اسمها نادي. الكلمه اللي بيقولها دي بيدي الاستحاله، عشان كده لما بيقول لك هنا في ايه؟ الجمال لم يجد كنزا ولا لقيه، مش هيلاقيهم اصلا. التوكيد هنا المعنى بيقول ايه بقى؟ التوكيد في الايه؟ في النفي، بيأكد لي الفكره وبيقول كده نوع لي في النفي عشان يقول لي مستحيل ان يجد لقيه، لانه كان ايه؟ انسان طماع، والطمع قد قل ما قد جمع، يعني الانسان ده في طمعه ما عرفش فعلا يعرف الحقيقه فين. نحو مهند، انا مستنيك يا مهند. على طول والنحو جاي له جاهز يا مهند. يا مستر ازيك؟ الحمد لله. ازي حضرتك انت؟ انا مستنيك من ساعه ما اتصلت وقفلت وانا مستنيك، وانا عمال اتصل بس ما كانش بيرن. لا هو كان في اتصالات برضه من حبايبنا وزملائك هم اللي كانوا بيتصلوا. بص يا مهند، احنا الاول كده الفيوم تشتهر بايه يا مهند؟ بال
بالكتاكيت والبط والسوائل. مش قلت لك كتكوت كبير وواعي؟ ماشي يا مهند. بص معايا كده قطعة النحو اللي موجودة معايا دي يا مهند. ماشي. نقرأها مع بعض. طب يا حب الوطن. مش زهرة. هتظهر والله. أنا وعدتك بحاجة وخلفت. جاية يعني جاي. والموت فيه والموت فيه سبيل. أنت لو قرأتها أنا عاوز قراءة بحب كده. أنا قلت لك مواضيع النحو النهاردة وبكرة وفي يوم الامتحان نحو وطن، قراءة وطن، نصوص وطن، كلها وطنيات. حب الوطن كمل. طاعة. حب الوطن طاعة وعبادة. والموت في سبيله. والموت في سبيله شهادة. تمام. فأنت. فأنت يا بني تلميذ صغير ولكن أمل الوطن فيك كبير. فغدا. فغدا تصبح رجلا تقدم لبلدك أعظم الخدمات، فكن مخلصا له ليتحول الحلم إلى حقيقة وتتقدم بلدنا. ليتحول الحلم إلى حقيقة وتتقدم بلدنا. أنا هقول لك حاجة واحدة بس وأنا بقولها. أعرب أعرب الكلمات اللي أنا هقول لك عليها دي. ماشي. كلمة حب. مبتدأ مرفوع لم تفعيل ضمه. الوطن. الوطن فعل مرفوع لم تفعيل ضمه. استنى. استنى وتعالى لنا. عشان أنا وقعتك يا مهند وهدخلك دلوقتي مع الكتاكيت. بص كده يا مهند. حب. خبر هتبقى خبر. اتفقنا معايا حب مبتدأ جميل. هتبقى خبر. لا خالص. اسمعني ركز معايا بس الاول. انا لو كلمتك دلوقتي بقولك حب الايه يا مهند؟ الوطن. يبقى كلمة حب كلمة نكرة. وضحتها كلمة معرفة اللي هي الوطن. كان ممكن بعدها اقول ايه؟ حب الام. حب الاب. مفيش حب الوطن اقول خلينا الحب حب الكتاكيت كمان. كل ده كلمة حب في كلمة بعدها هتوضحها هتشرحها. اللي بعديها دي لما اضيفها اليها بتعمل لي شكل بتقول لي النكرة بقت معرفة بالكلمة دي. يبقى الكلمة دي تعرب ايه؟ مضاف اليه. الله عليك. ايوه كده. يبقى الوطن هنا يعرب ايه؟ مضاف اليه. طيب هنا بقى التوهة اللي هتجيلك. طاعة. كلمة طاعة. طب هي القطعة. راجعي لي القطعة. حب الوطن ايه؟ طاعة. كلمة طاعة تعرب ايه؟ خبر. بس كده. شفت انت قلت ايه؟ حب الوطن طاعة. قفلت الجملة. ادتني بعدها نقطة. قالت لي شكرا كتر خيرك. انت صح. يبقى طاعة هنا ايه؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه لايه؟ الضمة. الضمة. هقول لك تعرب كلمة واحدة. لو اعربتها هقفل معاك واقول برافو مهند. ليتحول الحلم الى حقيقة. اعرب كلمة الحلم. الحلم؟ شفت جبت لك في اخر الجمله ازاي؟ لان انا عاوزك تعربها، نفسي تعربها. طب ثانيه هدور على الحلم. ركز معايا بس كده. يتحول الحلم. الحلم يتحول. فعل مرفوع انت رفعت الضمه. الله عليك. ايوه كده. انا والله كنت ليا كده الكتكوت طلع له ريش. ايوه كده. برافو عليك يا مهند. لما اجي اقولها بص كده معايا كده. انا قلت يتحول. بعرف الجمله بقى. انا عاوز اقول لما اجي اعربها انا بعمل ايه؟ ايه اللي بشتغله؟ هو مين اللي يتحول الاول؟ الحلم. صح؟ ويتحول هنا ده فعل. يبقى انا بتكلم على جمله ايه؟ فعليه. ما انا لازم اصنف الاول الجمله اللي هتكلم عنها ايه؟ جمله فعليه. يبقى انا محتاج فعل، فاعل، مفعول. طيب انا اتكلمت على الفعل ماشي. طيب الفعل ده اللي بيجي وراه المفعول ولا الفاعل؟ مش شرط الترتيب، الحدث اللي حصل. مين اللي قام بالفعل؟ مين اللي تحول؟ هو الحلم. يبقى هو فاعل. يبقى هو ايه؟ فاعل. يبقى فاعل مرفوع وعلامه رفعه الايه؟ الضمه. شكرا يا مهند. وانا تاني بقول لك احنا مكملين للساعه 5 بس انت مكمل معانا ومداومتك على انك تتصل. دي بتقول انك طالب من الاوائل والسنه دي ان شاء الله هتبقى من اوائل الفيوم. شكرا يا مهند. تعالوا كمل تاني بقى حكايتي. حكايتي مع الزمان ومع قطعه النحو. واقول تاني نشوف اسئلتي كده الاول. السؤال الاول بيقول اعرب ما تحته خط. اجيب الكلمات اللي هتعرب. انا قلت كلمه الوطن وقلت الوطن انا اعربتها مع مهند كانت اسمها ايه؟ مضاف اليه مجرور وعلامه الجر الكسره. طيب الكلمه الثانيه كانت اعظم. اعظم دي بص كده هتلاقي كلمه بيقول لك ايه؟ مفعول به منصوب وعلامه نصب الفتحه. وكلمه الحلم كانت الحلم ايه؟
فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. ارجع تاني واقول استخرج من الفقرة. استخرج ايه بقى؟ خبرا لمبتدأ وبين نوعه. انا قلت ايه بقى؟ شفت انا قلتها ايه؟ حب، انا عشان اولادنا كده، الوطن، انا قلت ايه؟ طاعة، صح؟ ومهند لما اعرب قال لي الوطن طاعة، كلمة طاعة هنا تعرب ايه؟ خبر. طيب يبقى نشوف كريمان جيزة. الو 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 مستر، عامل ايه؟ ازيك يا كريمان، عاملة ايه؟ الحمد لله كويس. طيب كلمة كريمان، طب انا والله معايا كده، معايا كريمان كده. نعم معايا بقى كريمان، مش كريم واحد صح؟ اه. طب لو قلت الكريمان مخلصة. مخلصان. ركزي معايا بقى تاني، الكريمان مالهم؟ مخلصان. ادخل ان على الجملة. هقول ان. ان. الكريمين. الكريمين. مخلصان. مخلصان. طب ادخلي كان. كان. كان الكريمان. الكريمان. مخلصان. مخلصان. اذا معنى كلمة كريم معناها ايه بقى كمعنى؟ معنى ايه؟ كريم. كريم. كريم؟ معنى كريم؟ اللي هو المنفق، مش احنا كده، الكريم هو من ايه بقى؟ السخاء في الانفاق، يعني بيبقى سخي، بينفق كثيرا، ينفق ايه؟ كثيرا. ده اللي هو ايه؟ كريم واحد. فما بالك بقى بكريمان؟ اللي هو مين بقى؟ اللي هو انت. تعالي بقى نعرف انت كريمان، وتعالي اقول خبر لمبتدأ وبين نوعه. احنا قلنا في القطعة، وانا مش هرجع للقطعة تاني، عاوز ذكاء الطلبة بقى اللي بتتصل بيا، ان انا لما اقول اعراب، لما اقول استخراج، استنتج من دماغك اللي انا عندي. خبر لمبتدأ قلنا كلمة ايه؟ خبر لمبتدأ حب الوطن طاعة وعبادة. يبقى هنا ها، خبر المبتدأ هيبقى قولي طاعة، صح كده؟ يبقى حب الوطن ايه؟ طاعة، صح؟ نوع الخبر هنا ايه؟ نوع الخبر مفرد. نوع الخبر مفرد. طيب لو قلت كده تاني، ان حب الوطن طاعة. انا قلت طاعة هنا ايه؟ خبر. وقلنا الخبر نوعه ايه؟ طيب لو حولت هذا المفرد الى خبر جملة اسمية، هقول ان حب الوطن طاعة للمصري. تاني ايه؟ ان حب الوطن طاعة للمصري. طب انا ليه انا عاوز هعلمكوا حاجة بس معايا كريمان كده، سيبك حتى من الجملة دي، في التحويل بالذات الكلمة اخدها منها هي، زي ما انا اتكلم كده بقول ايه؟ انا عندي طاعة، لو قلت طاعته ورحت لازق كده، انا عندي ده الايه؟ الهاء دي هي الضمير اللي ربطت حب الوطن وطاعته. طاعته ايه بقى؟ طاعته تكمل زي ما انت عاوز تقول، طاعته جميله، طاعته كثيره، طاعته في قلوبنا، كل ده طاعه، بس انا عملت كلمه طاعه لتاء وهاء اللي هي الهاء الضمير اللي يعود على حب الوطن، عشان احولها لجمله اسميه اقدر اتكلم عنها، عشان ما اخرجش من الكلام. ماشي يا كريمان؟ ماشي. مستوعبه معايا؟ نعم. بقول مستوعبه معايا ولا لا؟ مشغال يعني، فاهمه؟ طب احلف والله. طيب انا عاوز خبر لفعل ناسخ، لو انت رجعت للقطعه كده بدماغك. خبر لفعل ناسخ. خبر لفعل ناسخ. تعرفي تعدي لي الافعال الناسخه الاول عشان اجيبها لك كده واجيب لك القطعه؟ افعال الناسخه كان. ها. كان وصار. وليت. ايوه معاك. واصبحت دي مش موجوده؟ بص كده. هي كلمه ايه؟ تصبح انت رجلا. ركز معايا بقى كده، ركز معايا. تعالي بقى كريمان كده، وقلت كده اصبح رجلا. خدي بالك انا ما جبتش حاجه تانية. انا سكت وقلت رجلا، دي رجلا دي تتعرب ايه؟ رجلا دي هتتعرب
خبر. امال فين الاسم؟ الاسم ها هيبقى ضمير مستتر. ايوه انا بتكلم عنك، عنه، عنها، كل ده انت، انتم، انت، كل ده الرجل اللي عندي ده هو الخبر، لكن في ضمير كان موجود بس مشي، جري، هرب، لكن الخبر اتوجد، يبقى هو ده الايه؟ هو ده الخبر، هو ده الايه؟ الخبر. طيب بص كده للجملة دي، تعالي لي بقى عندي انا، عندي في الورقة عشان يبقى كريمان والورقة معانا هنقولها. اصبحتم متفوقين. جري القلم، نرجع ليه. اصبحتم متفوقين. شايفان يا كريمان؟ احذف الناسخ واكتب الجملة صحيح. اقول انتم متفوقين. شفتي انا لسه كنت قايل لك دلوقتي، اصبحتم دي المفروض فيه هنا ايه؟ ضمير. الضمير ده يبقى كلمة متفوقين، الضمير هنا او الاسم او اللي موجود عندي عائد على كلمة الضمير اللي هو مين؟ انتم. الضمير المحذوف لما يقول لي شيل الناسخ، اصل في من اولادنا يعمل لي ايه بقى؟ يقول لي انا هجيبها كده متفوقون. الله عليك، صح، ده الخبر. طب فين الاسم؟ فين المبتدا؟ ما انا شلت الناسخ خلاص، عشان كده اللي كان طاير رجعه، اللي كان هربان هاته، عشان كده نقول ايه؟ انتم متفوقون. وانا بقولها لك كده، وانت يا كريمان متفوقه. شكرا يا كريمان. ولادنا تاني، اقول بقى حته كمان في النحو. بص للي موجود ده، عشان انا هتكلم بعدها مباشره على النص الثاني. طبعا ده امتحان، وامتحان كامل هنلاقيه في الامتحان بكره او بعد بكره او يوم الامتحان اللي انت هتمتحنه في محافظات مصر، مع اختلاف الشكل اللي احنا قلناه، بس كله في نفس الايه؟ بيدور في نفس الدايره اللي احنا اتكلمنا فيها معاكم ومع ايه؟ الزملاء الاعزاء. صيغ كل عباره من المجموعه الف بما يناسبها من المجموعه باء. مصر امانه في اعناقنا. وعلى فكره مصر امانه في اعناقنا موضوع تعبير هلاقيه بكره، هلاقيه يوم الامتحان. مصر امانه في اعناقنا، اكتب في هذا الموضوع. طيب ايمان من البحيره، واسمعها عشان اقول لها في ده. خدي بالك من اللي موجود ده يا ايمان. ايمان. نعم. ازيك يا ايمان؟ مرحبا ازيك يا مستر. بص يا ايمان كده، لو جالي نوع من الاسئله زي اللي موجود معايا على الشاشه دلوقتي. اللي هو يجيب لي المجموعة واعرابها بقى، يعني اللي موجود ده اعراب هنا ايه، وايه اللي موجود وايه اللي اقدر اوصله. اقري كده وشوف يا ايمان هتستنتجي ايه. مصر امانة في اعناقنا، مصر شعبها كريم، مصر عاشت حرة. جميل. انا عاوز ده، دول كام؟ ثلاث جمل، بيقابلهم في المقابل اللي هناك اربع جمل، يعني معنى كده في جملة طايرة، في جملة مش موجودة، مش معايا. لو قلت مصر أمانة في أعناقنا، وعاوز أقول الخبر اللي هنا، هو خبر إيه؟ جملة اسمية ولا مفرد ولا شبه جملة ولا جملة فعلية؟ مفرد. خبر إيه؟ مفرد. طيب استنى أقولها بقى وتعالي لي كده. أنت كلامك صح على فكرة، بس هقول ليه هنا كان في من أولادنا بيتوه. بص كده، المصر أمانة في أعناقنا. أعناقنا. البعض قال لي إيه بقى؟ قال لي الخبر هنا خبر شبه جملة. ليه بقى؟ عشان كلمة إيه؟ في أعناقنا. في أعناقنا. فاعتبر هنا إن الخبر هو في أعناقنا. لكن لو جيت أحللها كده، بصي لي يا إيمان وركزي فيها. إن مصر في الأصل هي الأمانة، وليست كلمة في الأعناق. ركزي معايا في الجملة دي تحديدا. أنا لو جيت سبتها كده وما كانش عندي أمانة، وقلت مصر في أعناقنا، مصر إيه في أعناقنا؟ مصر إيه؟ الجملة كده. آه بص بص الكلمة، مصر حاجة، حاجة في أعناقنا، يعني هي إيه؟ هي أمانة في أعناقنا. عشان كده كلمة أمانة هي الخبر. أعناقنا تكمل الجملة، جر ومجرور يكمل، لكن في الأصل مش مصر في أعناقنا وبس، لأنها ما تجيش كده. يعني أنا لو شلت أمانة ما ينفعش أقولها. يعني إيه مصر في أعناقنا؟ مصر مالها؟ نحملها على أعناقنا، ماشي.
امانه في اعناقنا. جميل، لكن مصر في اعناقنا بس الجمله فقدت ايه؟ تركيبها. عشان كده الخبر هنا خبر ايه؟ مفرد، اللي هو كلمه ايه؟ امانه. تاني يا امام، مصر شعبها كريم. الخبر هنا ايه؟ عيد بعلمك تاني. مصر اهي قدامك شعبها كريم. خبر جمله اسميه. خبر جمله اسميه، يبقى مصر شعبها ايه؟ كريم. طيب مصر عاشت حره. خبر جمله فعليه. مصر عاشت حره، الخبر جمله فعليه. وانا بقول لك يا ايمان عاشت مصر حره بامثالك انت يا ايمان. شكرا يا ايمان. شكرا يا مستر. طبعا انا بقول دلوقتي الامتحان، انا قلت امتحان ب10 امتحانات مع اولادنا كده، عملت امتحان ب10 زي ما بيقولوا كده. عشان كده اللي هجيبه بعد كده انا واللي هقول عليه، هجيب بقى النص اللي ممكن يتوهنا، اللي انا قلت عليه من البدايه كده، ده النص الاساسي اللي عندي اللي انا هلاقيه في الامتحان بكره، اللي هو ايه؟ اللي هو معايا كده الاول نص. طيب انا حاسس بالنص ولا اقول كلمه اللي هي القراءه المتحرره الجزئيه اللي انا حاسس انها تيجي؟ اقول نص دين المعامله هشرحه دلوقتي، اقول اسئلته اللي هتيجي في الامتحان اللي انت هتلاقيها بكره، بس انا خايف من الوقت يداهمني، فعشان كده ابدا الاول بالقراءه المتحرره اللي موجوده اللي انا ممكن الاقيها. بص ليها كده، في موضوع القراءه المتحرره انا عندي نصر اكتوبر، ركز معايا في دي، قراءة متحرره. انا انا يا قنا. الو، خط انا بيقفل معانا يا رتيبه، ما اعرفش ليه، في ايه؟ انا الو انا مستر. انا سامعك. رتيبه من انا صح؟ ايوه. عرفت ده؟ انا عرفت اسمك ازاي؟ ما حدش قال لي، انا حسيت بيه بس. ماشي يا رتيبه معايا؟ من الكنترول. بص يا رتيبه كده معايا الاول، عشان هنقول القراءه المتحرره دي، اسالك فيها سؤال نحو واسال فيها عشان اقول الحاجه اللي بعدها. اقري كده يا رتيبه. مصر اكتوبر 1973 خير دليل على قدرتي وشجاعه واقدام الجندي المصري، فقد اعتقدت ايوه والعالم العربي ان الغربي ان خط بارليف الذي اقامته على الضفه الشرقيه لقناه اقوى مانع في التاريخ، وانه من المستحيل ان يستطيع الجيش المصري عبوره، ولكنه اقتحمه وعبره واعاد الارض وحقق النصر. طيب انا لما اقول الاسئله اللي عندي بقى، يوجد خط بارليف على ما عاوزه منك قوه ملاحظه على الضفه ايه؟ الشرقيه. ايوه. طيب اعاد الجيش المصري لمصر في اكتوبر، اعاد لها الايه؟ الهيبه، المكانه، صح كده؟ اي. طيب هات جمع مانع. موانع. طيب مضاد شجاعه. جبن. ماذا اعتقدت اسرائيل والعالم الغربي في خط برلين؟ ان الجندي المصري لن يستطيع تحقيق النصر. النصر، صح كده؟ طيب اعتقدت اسرائيل ان الجندي، يبقى كده ان الجندي المصري يستطيع نخلفهم بقى النصر، ويستطيع النصر في كل زمان ومكان ان شاء الله. ان شاء الله. شفتي يا رتيبه؟ يا نهار ابيض. على فكره انت لك من اسمك حظ، انت انسانه مرتبه الاول، وانسانه كلمه الرتيب في الافكار ده اللي هو الانسان الراسي الهادي اللي انت بتتكلمي بيه. شكرا يا مستر. بصي كده معايا، انا قلت ان الجندي المصري يستطيع النصر، تمام كده؟ انا هنا هقول استخرج الخبر وبين نوعه عشان اخلف اللي موجود. استخرج الخبر؟ ايوه. يستطيع النصر. ونوع الخبر هنا ايه؟ خبر جمله فعليه. طيب امال هعرب المصري ايه؟ النصر المصري
المصري؟ اه نعت. نعت. امال النصر تتعرب ايه؟ النصر تتعرب مضاف اليه. لا شوفي، يستطيع النصر، مين اللي يستطيع؟ الجندي المصري. الجندي، يبقى الجندي هنا فاعل والنصر ايه؟ مفعول به. رتيبة، أنا بحيي 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 اسمك وبحيي قنا، وبقول لك والله بجد يعني أنت لك حظ من اسمك، وبقول لك شكرا يا رتيبة. شكرا يا مسك. شكرا، بالتوفيق يا رتيبة. ودايما زي ما قلنا قبل كده، المصريين حتى والصعايدة في أسماء جميلة كده بتبقى موجودة عندنا، فالأسامي الجميلة دي منها رتيبة. بص بقى للي أنا هقوله دلوقتي، عاوز أقول بيه الحاجة، نص لازم نلاقيه في الامتحان بكرة. انا اتفقت على نصين اتنين، نصائح اب والدين المعامله والد اهليه ومعي خالد. احمد. احمد ولا خالد؟ احمد. طب ايه رايك تبقى احمد وادلعك اقول لك يا خالد؟ ماشي ماشي. هتعترض؟ لا. ازيك يا احمد؟ بص يا احمد، انا عندي نصين كده انا بقول عليهم لازم الاقيهم. اه. الدين المعامله ونصائح اب، مفيش خلاف. شرحنا نصائح اب وقلنا فيه كلام كبير قوي وقلناه. تعرف تسمع لي الاول كده قبل ما اجيبه لك على الشاشه، سمع لي الدين المعامله كده حديث شريف، تسمعه تسمعه لي. الا من ظلم معهدا او انتكسر او كلف فوق طاقته او اخذ منه شيئا فوق بغير طيب نفس انا حفظه يوم القيامه. جميل قوي، ادي النص قدامنا. الا من ظلم المعاهد انتقص كلف اخذ منه كل ده بغير طيب نفس انا حجيجه. مين اللي بيتكلم بقى يا احمد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. انا حجيجه، انا خصمه، انا هخصمه، انا مش هكلمه، انا هبقى واخد منه جنب يوم القيامه. ونحن كلنا في ايه بقى؟ نتمنى، بل نتمنى ايه؟ ده احنا بنرجو شفاعه رسولنا الكريم يوم القيامه. لما يبقى حجيج، لما يبقى خصم، لما يبقى زعلان بس، دي حاجة كبيرة قوي. لازم في الأول والآخر نقول ما الذي أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا رسولنا الكريم بيوصينا بمين؟ بمعاملة أهل الكتاب. أهل الكتاب. تعالى أسألك الأسئلة وخلاص، خد السؤال الأولاني يلا يا أحمد. بما أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بمعاملة أهل الكتاب. استنى، حسن معاملة أهل الكتاب الذي بيننا وبينهم إيه؟ عهود ومواثيق، صح كده؟ في الاصل احنا عملنا ميثاق، عملنا عهد، يبقى لازم هذا العهد وهذا الميثاق احنا نكون بيه ايه؟ يبقى حسن معامله اهل الايه؟ الكتاب. ده الاجابه، حسن معامله اهل الايه؟ الكتاب. انا لو جيت اقول لك بقى كده، حسن معامله اهل الكتاب، اعرب لي الكتاب. مضاف اليه. شوف انا برفع من غير ما نتكلم اهو بقى. أنا بتكلم أهل، أهل إيه بقى؟ أهل الكتاب، أهل العلم، أهل 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 أهل، كل ده كلمة جاية بعدها بتقول لي أنا اللي بوضح لك كلمة أهل دي بتتكلم عن مين، صح كده؟ أحمد برضو خليك معايا. ما الجمال في استخدام كلمة معاهدا في هذا الحديث الشريف؟ ودي لو قلتها خلاص هقول لك أنت برافو عليك. كلمة معاهدا، الجمال في كلمة معاهدا، هو كلمة معاهد يعني ايه الاول؟ احمد احمد يا نهار ابيض، ده الخط قطع وانا بكلم نفسي. ماشي الله يسامحك، انت هنا؟ اه. طب سمعني يا اخي، كلمة معاهدا يعني ايه يا احمد؟ ذمية. اه لا، كلمة المعاهد الاول ما بيننا وبينه عهد وايه؟ وميثاق، صح كده؟ طيب الجمال بقى في كلمة معاهدا ايه؟ ها؟ مش انا قلت كده عهود ومواثيق؟ اه. طيب لما اقول المعاهد يبقى الاسلام يحترم العهود والايه؟ المواثيق. يبقى انا كده، يبقى الكلمه نفسها بتشير الى الايه؟ الاسلام يحترم العهود والمواثيق. الاسلام يحترم العهود والايه؟ والمواثيق. تمام؟ عاوز اسال سؤال نحو. طب والله لا، مش هكسفك يا احمد، وانا دايما لان الدقهليه دايما بتنفعنا بحاجات قليله كده، وانت منهم اللي هي النوادر. بص يا احمد كده، انا بتكلم على اهل الدقهليه والناس الدقهليه اللي انا بقول انهم حاجه كده، اللي هو بيتميزوا بحاجه اسمها الجمال. الجمال
صفة وسكت، واقول هنا اكمل بمضاف اليه، تمام كده، واعرب صفة. يلا يا احمد اظن بقى اهو اكمل الجمال صفة وسكت. الجمال صفة المتميزين. الله عليك، حلو قوي. شفت انت قلت ايه؟ صفة المتميزين صح؟ ها المتميزين، وهنا بقت مضاف اليه، نعرف صفة ايه؟ صفة؟ اه خبر الجمال، خبر المبتدأ اللي هي جمال. خبر الجمال. والله انت جمال وانت جميل واهل الدقهلية كلهم جمال. شكرا شكرا يا احمد بجد. شفتوا على فكرة يعني انا جايب له سؤال وليد لحظة، يعني هو بيقول اسألني، فلما لقى كلمة صفة، طب صفة دي نكرة، عاوز اكملها، اكملها بايه؟ المتميزين. حلو حلو، حتى رد الفعل عنده سريع جدا، جميل قوي. وانا بقول بيمسك لو في خشب نمسك الازاز لاولادنا كلهم ونقول ان انتوا فعلا فعلا تستاهلوا كل خير. تعالوا ما نشوف الاسئله اللي بعد كده، في برضو النص ركز معايا قوي. انا قلت نصح اب وخلصت، اديني المعامله نص جاي في الامتحان رسمي، عشان كده انا متاكد ان انا اتكلم فيه لوحده كده وعمال افصص فيه لوحده عشان خاطري نركز مع بعض. ما الجمال في قول الرسول صلى الله عليه وسلم بغير طيب نفس؟ رسولنا الكريم قال ايه بقى؟ بغير طيب نفس. ايه الجمال فيها؟ اقول انا ما دام ما حدش قال، تعبير ان اساس المعامله هو الرضا والايه؟ والقبول. اساس المعامله في كل شيء هو الرضا والايه؟ والقبول. فانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى؟ الحجيج الخصم يوم القيامه. ماذا يفيد هذا التعبير؟ بيفيد ايه؟ كلمه فانا حجيجه، التحذير من ظلم اهل الكتاب، من ظلم معاهدا بيننا وبينه ميثاق فانا حجيج، انا خصمه يوم القيامه. رسولنا الكريم لما يعلن انه الخصم اذا فهذا تحذير، وتحذير شديد اللهجه، لا مساس، ما تقربش، اصحاب او اهل الكتاب انت منهم، فبلاش نعاملهم معامله مش كويسه. اليكس تاني اسكندريه، امل عمر سمعتها، امل ما كانوا موجود زمان قوي، يقول لك امل وعمر، اه فمعروفه يعني، فامل يبقى اخوه يبقى عمر. نعم. ازيك يا اخو امل؟ انت ليك اخت، ليك اخت اسمها امل صح؟ ازيك يا مستر؟ ازيك يا عمر؟ عامل ايه؟ الحمد لله. جاهز يا عمر؟ اه. عاوز اسالك سؤال في النصوص عشان اخلص النص اللي معايا وبعدين اسالك نحو، وانت طبعا انا عارف انك استاذ نحو صح؟ اه. طيب تعالى اما نشوف كده يا عمر، اذكر بعض احكام اهل الكتاب بحسب الشريعة الاسلامية. لو قلتها على فكرة سؤال مهم جدا يا عمر، والبعض في النص ده بينساها ما بيقولهاش. يلا يا عمر كده. ايه؟ على فكرة مش مذكورة كتير في الكتب، بس انا جايبها لكم لان لو جه سؤال زي ده معايا يا عمر هتقرأها معايا انت، لا تقرأها وبعدين اقول لك بقى بعد كده سؤال النحو. بص يا عمر كده، جواز الزواج من نسائهم اللي هي اهل الكتاب، ان احنا يجوز للمسلم ان يتزوج من اهل الايه؟ الكتاب، والاكل من ذبائحهم، واتاحة حرية اداء شعائرهم واحتكامهم لما ورد في كتبهم من تعاليم. عرفت بقى دي يا عمر؟ اسألك بقى؟ ماشي. طيب تعالى لي بقى، تعالى لي بقى وانا اشمر لك وانا جاهز. عمر احنا بنتكلم على نحو، ونحو يعني عندنا موضوعات السنة دي، قلنا الأسماء، الأفعال، زي ما بقول جملة اسمية، جملة فعلية، أنواع خبر، عندي فعل ناسخ، عندي حرف ناسخ، هو ده مجمل اللي عندي. دايما اللي مركزين فيه في الامتحان تحديدا أنواع الخبر، بيجي منه لازم يجي لي خبر جملة اسمية يقول لي تمام، استخرج الخبر هذا وهذا الخبر وجملة اسمية، حلو قوي. يجي لي خبر جملة فعلية معاك، خبر مفرد، كل ده شغال وموجود. انا لو قلت لك دلوقتي انت يا عمر هتقول لي خبر او جمله بها خبر جمله اسميه وانا هكتبها وبعدين اقول لك نشتغل فيها ازاي. يلا يا عمر. لا ما تقولش ايه، يلا بسرعه. التلميذ، التلميذ، انا معاك التلميذ. كراسته جميله. الله عليك. انت عارف انا قلت لك الجمله ليه يا عمر؟ ليه؟
عشان اشوف رد فعلك. دايما الطالب المتفوق اللي زي عمر ما يتلخبطش، يعني هو متوقع ان انا هساله. حلو كده؟ طيب السؤال ده لا قلت له هات لي جمله، لا انت ما جبتليش جمله، ده انا لا. عمر راح داخل في الموضوع على طول وده صح. كده جميل قوي. فين الخبر هنا يا عمر؟ كراساته جميله. والخبر نوعه ايه؟ جمله اسميه. حلو قوي كده. نفس التلميذ بقى، نفس التلميذ هيقول كده، التلميذ يكتب في الكراسة. فين الخبر يا عمر؟ في الكراسة. شفت وقعتك ازاي يا عمر؟ شيل اللي كده يكتب؟ التلميذ في الكراسة. التلميذ في الكراسة ازاي؟ عمل ايه في الكراسة ده؟ يبقى انت شفت لما دخلنا، ما ولادنا بيتلخبطوا امتى؟ لما يجي جر ومجرور يفكر هو في شبه الجملة على طول زي ما بيحصل. ايوه، يبقى ايه في الكراسة والخبر نوع شبه جملة. لكن الاصل هنا كان الخبر هنا فين يا عمر؟ يكتب. يكتب، والخبر نوعه ايه؟ جملة فعلية. يبقى على بعضها كده، جملة يكتب، يبقى يكتب في الكراسة، يبقى الخبر هنا نوعه ايه؟ جملة فعلية. هسألك سؤال كتير مننا بينساه، وهو الاسم اللي بيجي من الفعل. زي ما قلت كده اقولها، وانا ورزقي على الله، اقول كده ضحك، انا سامع ضحكتك عمر ضحكة جميلة، اظن انا سامع الضحكة من هنا صح؟ انا هسألك اقول لك ايه؟ اعرب عمر واعرب ضحكة. جاوبتها اعتبر اسكندرية دلوقتي بمصيفها بكل حاجتها تسقف لك كلها. يلا يا عمر. عمر فاعل مرفوع. حلو قوي، خلاص يبقى هنا فاعل مرفوع. جميل. ضحك ضحكة، ما كتب كتابة، مفعول مطلق. الله، بس خلاص عمر. عمر نعم. انت عاوز اسقف لك، اسقف ولا انت تسقف؟ طب سقف لنفسك كده، وانت برافو عليك يا عمر. ومعانا برضو كده ان شاء الله هتبلغني بعد كده في الفصل الدراسي التاني لما تجيلي ان شاء الله كده ان انت من الاوائل على اسكندريه ان شاء الله. شكرا يا عمر. تعالوا ما اقول اكمل الحديث عشان يبقى يخلصت انا لو خلصت الحديث ده هقول كده الحمد لله رب العالمين والعمل كده تم، وانا كده قلت لاولادنا كل اللي انا عاوز اقوله لهم في الامتحان بتاع الصف السادس ابتدائي بعد ما اخلص هذا الحديث. ماذا تعلمت من هذا الحديث؟ انت تعلمت ايه؟ ان كلنا اخوة واخوات، حسن معاملة اهل الكتاب، عدم ظلم اهل الكتاب، ان اهل الكتاب اصحاب عهود ومواثيق. ده تعليم الحديث اللي انا هلاقيه في الامتحان. انا لقيت في الامتحان عندي نصائح اب، لقيت في الامتحان عندي الدين المعاملة، لقيت في الامتحان عندي الطماع والدجاجة، لقيت في الامتحان عندي كل ده اخي الانسان، كل ده عندي في الامتحان هلاقيه. ايوه هلاقيه. قلت النصوص دي وشرحتها كلها على مدار اليومين اللي احنا موجودين مع بعض. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا مريم. مريم الو، ازيك يا مريم؟ ازيك يا مستر، عامل ايه؟ ده بتعرفي ان انا هقول لك حاجه بقى جميله، يعني هي الحلقه بتنتهي بس انا مستنيكي من اول الساعتين ما بداوا، والله بصدق ان انا فعلا منتظر مكالمتك من اول ما بدانا من الساعتين. صدقني صدقني انا قاعده من الساعه 3 و8 دقايق ودلوقتي انا كنت قاعده بعيط. عياط كمان؟ لا انا هقولها بس كده، معاش اللي يخليكي تعيطي. انت يا مريم من الناس اللي انا تفائلت خير والله، يعني حلقتنا يمكن انت متابعه معايا الحلقه، انا حاسس انها حلقه جميله بس ختامها مسك بيكي، لان انت من الناس اللي انا حبيت والله. انا هقولها كده مش بسال بقى ولا بقول، انت من الطلبه اللي انا عاوزك، انا شخصيا بقى هتسيبي تليفونك في الكنترول معاهم، معلش هستسمحهم ياخدوا تليفونك، تليفون مريم، لان انا عاوزها اتابع معاها في حلقات جايه كده معانا هنا، لان في فكره هنعملها كده ان شاء الله في الفصل الدراسي الثاني. فخليك يا مريم اديهم التليفون بعد ما تخلصي كده معايا، هتديهم التليفون لان انا عاوز حاجات بيكي كده انت مريم وبس. شكرا. فانا بقول لك يا مريم، احنا قلنا النهارده هي الحلقه كده خلاص بتخلص يعني، فانا عاوز اقول لك النهارده ركزي على حاجه واحده بس. اولا انا عارف ان الكتاب كله في دماغك،
بس انا هقول لك واقول لاولادنا في النصوص او في التعبير او في كل ده، دايما بميل انا شخصيا حتى لو انا اللي هوضع الامتحان لكل ما هو يشير الى الوطن وحب الوطن، فلاقي تعبير يجي على مصر امانه في اعناقنا، على مصر يحبها، على مصر والتطور الاقتصادي، على مصر والتطور التكنولوجي، كله هيجي لي في مصر. اذا فانا مركز على مصر، ده تعبير. لما اقول قراءه يجي لي نفس الكلام. لو سالتك انت سؤال يا مريم كده على الهوا، انت متوقعه النص اللي يجي ايه؟ نصين اتنين تقوليهم لي يلا بسرعه. ايه النصين اللي هيجوا في الامتحان؟ مش عارفه، بس ممكن الدين، النص الدين المعامله. يبقى انا عندي دين المعامله زي ما احنا شرحناها. جميل، وايه تاني؟ وكن قويا. وكن قويا، ماشي. يبقى دي النص، انا عندي الحديث وده عندي النص الاساسي. موضوع القراءه اللي هيجي المنصور والطيور. المنصور والطيور، شوف انا بعمل ايه، توقعات مين؟ مريم. تمام، انا قلت بقى دلوقتي انا عندي منصور وطيور وعندي دين معاملة وعندي كون قويا وقطعة النحو كما كانت. احنا عندنا قطع كتير قوي قلناها وشرحناها كلها. طيب مريم بقى انت، انا هسيب معاكي دلوقتي الكنترول، هياخد منك التليفون. ماشي ماشي يا مريم. اوكي، هتوعديني ان احنا هنتصل وهتصل بيكي، اطمن ان انت بقيتي الاولى ان شاء الله في الفصل الدراسي الاول. صدقني انا مستحق. صدقني، لا والله تستحق يا مريم، وانا فعلا بحب مريم وبحب كل الطلبه، واقول كده لاولادنا كلهم. شكرا يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب ان شاء الله وبالتفوق ان شاء الله. اقول بقى كده معايا لاولادنا، لاولادنا ركز معايا، وانت خليك في الامتحان كل حاجه انت مركز فيها، وخليك معايا اللي انا هقوله. عشان كده بقول لك لاولادنا كلهم مع اطيب الاماني من قلوبنا دعوات، اشوفكم في ترم تاني احسن من اللي فات. انتم بالنسبه لي مش هقولها غير حاجه، تفوق تفوق تفوق، ده شعار مدرسه على الهوى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.